بلاش ان الواحد يعمل لحد سونار ما يكونش فاهم فيه لمجرد انه يعني بيتمنظر او بيطمنه، ده كارثه. كلمه مرض مزمن في الكبد 99% هو تليف. الهيموجلوبين ماده سامه، الهيموجلوبين ممكن يأذيني. البول بقى ناس كتير بتستهلك. البول جزء من وظائف الكلى، يعني ساعات كتير قوي دكاتره يطلبوا وظائف كلى وما يطلبش بول. ينساه. مش ينساه، هو مش مهتم. لما يجي لك واحد صفر اقول له بولك لونه ايه؟ يقول لي زي الشاي. حس انت اي حاجه الا هيموليسيس. ساعات اورام الكبد تبقى ورم كبد شخصيا او جايله من قولون اي ثانويات، كل ده بيتشخص من الموجات الصوتيه. موجات صوتيه رائعه. المرضى اللي ممكن يتخوفوا من انهم يعملوا اشعه مقطعيه يقول لك لا انا خايف اعملها لا يطلع عندي حاجه، الفكره دي لازم تطلع من دماغ الناس، فكره ان انا خايف اعمل الشيء اللي يطلع عندي. الاستاذ الدكتور حسام موافي، عضو مجلس جامعه القاهره، عضو لجنة الإعجاز الرباني بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الرئيس الشرفي لجامعة النهضة، عضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات، عضو لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات دورة 2018-2021، أستاذ طب الحالات الحرجة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عميد كلية طب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مجلس الأمناء بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العيني، مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، مؤسس الوحدة الثالثة لطب الحالات الحرجة كلية طب القصر العيني، المعلم المثالي 6 مرات على مستوى كلية طب جامعة القاهرة، الطبيب المثالي 6 مرات على مستوى نقابة الأطباء، رئيس الجمعية المصرية لطب الحالات الحرجة، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، عضو الجمعية المصرية لأمراض الكلى، له 180 بحث منشور في المجالات العلمية المحلية والعالمية، رائد طب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي، قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة، تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015-2016 كلية طب جامعة القاهرة. واحد يجي لك بألم هنا فتقول له ايه؟ ده شوية التهاب في جدار المعدة، تمام وارد، بس في فارق بين ألمين وتكتب له شوية أنتاسيد ومسكنات ألم وبتاع وخلاص ويروح، ويطلع مشكلة في شريان معين من الشرايين التاجية، الشريان ده يعمل الألم بتاعه لو انسد بجلطة في المنطقة دي. أنا بقول للطالب اللي داخل كلية الطب وما بيذاكرش سيب الكلية. لماذا؟ لو أنا ما ذاكرتش وعيان مات مني ده قتل عمد. لو أنا ذاكرت وعيان مات مني ده قتل خطأ. وشتان في ديننا بين القتل العمد والخطأ. أنت ما ذاكرتش وبتشتغل دكتور. متأسف. قد تكون الدوخة لا علاقة لها بالسكر. لا علاقة لها بالسكر خالص، وتكون من الضغط، تكون بتاخد دواء بيدوخ، وارد جدا جدا. لكن لو أنا جات لي حالة زي دي أول حاجة أفكر فيها خلل في الجهاز العصبي. ويل للمكذبين، تتقال 10 مرات ورا بعض. ويل يومئذ للمكذبين، 10 مرات ورا بعض. ويل المكذب، هسوي بيه واحد فوت العشاء يا إما ما هو ويل للمصلين، يبقى هو مصلي، الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني نسي واحدة، نسي الظهر، نسي العصر، لا يمكن يكون المقصود ده. الحالة الثانية بيعاني من عرض قد يعني البعض يطنشه وده كارثة، هي بيعاني من إسهال من 4 شهور مع وجود دم ومخاط بالبراز، مع وجود دم في البراز. بقاله قد إيه؟ 4 شهور. بيقول تناولت جميع الأدوية المطهرة للمعدة والمضادات الحيوية ولا أشعر بأي تحسن، فبما تنصحني؟ أنصحك، ده أنا هلمسك في زبارة رقبتي. أنصحك تروح امبارح
امبارح مش بكره تعمل انذار بالظبط، لان ده قولون تقرحي غالبا. ثلاث شهور دم ومخاط واسهال 99% هيطلع قولون تقرحي، لا المضادات تصلحه ولا المطهرات تصلحه، ده عايز كورتيزون. فده مهمل جدا جدا يا ابني، تروح بكره الصبح. النهارده ايه؟ مش بتاع يوم الخميس، يوم بكرة. الجمعه في شغالين الجمعه. تعمل منظار قولون، ان ده هيطلع قولون تقرحي، والقولون التقرحي علاجه هو مرض مناعي، فعلاجه الامثل هو الكورتيزون. بس هنحط لك مع الكورتيزون شويه حاجات لعب عيال كده، بس هو الاساس هو الكورتيزون او ما هو يضاد الجهاز المناعي، يعني ادويه الكورتيزون واولاد عمها. لو احنا حطينا وجود دم ومخاط بالبراز او وجود دم في البراز، هل ممكن ده يكون كانسر كولون؟ يس، سرطان في القولون طبعا. بس برضه المنظار هجيب طبعا. احنا بقى بنقول الاحتمالات الاخطر. طبعا. بس هو سنه قد ايه؟ هو مش قايل سن. مش قايل سن. لا لا، مش قايل سن. يعني طبعا سرطان القولون ملوش سن. ملوش سن، بيجي في اي حاجه، بس ده هيتشخص بالمنظار. بالمنظار. يعني حاله زي دي ملهاش غير منظار. المنظار ما يخوفش. لا يخوف ليه؟ انا بقول للناس، لانه الناس هتيجي تقول لهم منظار يجري منك. طبعا. نقعد نجري ورا بقى في الشوارع. قصه بقى. على فكره يعني يقول لك اقول له المنظار لازم تعمله، بس ده خطر يا دكتور. اقول له ليه؟ بيقولوا. اقول له مين اللي بيقوله؟ مين اللي بيقوله؟ هل مين اللي بيقوله؟ طب ما انت مع استاذ في كليه الطب، لو خطر هقول له خطر. يقول لك بيقوله. فبلاش نسمع من بعض، اسمع من واحد ذو حيثيه بيفهم في الكلام ده. مش بيقولوا دي مش عايزين نسمعها خالص. يعني المنظار مش خطر على الاطلاق. خطر ايه؟ ارجوكم لو طلب منكم منظار، في سواء منظار قولون او منظار معده، نفذوا الامر، لان المنظار والحاضر بالظبط. نفذوا الامر. اشعر بنهجان، وده من الاعراض اللي لازم اقف قدامها اعمل تعظيم سلام، يزيد مع اقل مجهود، وقمت بعمل اشعه صدر لشك في اصابتي بالكورونا، كانت النتيجه سلبيه. عمرها بقى 17 سنه، عمره 57 سنه، 57 سنه ومش مدخن. وسؤاله ذكي، قال ما هي الاحتمالات؟ طبعا نهجان عرض سخيف. عرض سخيف. يعني اي حد يا اخوانا من سامعنا ينهج جري على الدكتور. النهجان ده من واحد نفسيا تعبان لواحد بيموت. مرن بعشرين تلاتين احتمال من واحد نفسيا تعبان. بس النفسي نهجان معروف، ما اسموش نهجان، اسمه التنهد. حتى يعني اي دكتور قاعد يمثله العيان عشان يقول له ايوه الله ينور عليك، يقول له يعني انت مش عارف تملى صدرك هوا، بتعمل كده، يقول له بس ارتحت. يبقى ده تنهد نفسي. والعيان بيعرفه في الحال. في الحال اقول له انسان حساس، مش عارف تملى صدرك هوا يعني، يعني كل شويه تعمل كده، يقول لي اقول له انا خلاص مطمن. بس خلي بالك، اوعى تسكت بعد ما العيان يقول كده. اكشف عليه، اكشف عليه، ولا مش هيطلع مقتنع. وبالعكس، ده تكشف عليه في وقت اطول من العادي. عشان ايه بقى؟ يتبسط. لا، ويقتنع. ويقتنع، ما يتبسط، بقى شايف ان انت اهتميت بيه. يعني تقييم المرضى لنا مختلف عن الحقيقه تماما. انا فاكر جمله حضرتك قلتها لنا زمان. قلت لنا ايه؟ الدكتور مظلوم يا عيني، لان اللي بيحكموا عليه اتنين، والاتنين ما بيفهموش الطب. لا لا، ده الطالب والمريض. تلاقي واحد مثلا يقول لك ده دكتور ممتاز، ده سمعته طول كده يا عم الحاج. فانت الناس فاكره اللي يغيب في الكشف يبقى دكتور كويس. كويس، ماشي على مهله. بس انا جبت اللي انا عايزه في ثانيه.
خلاص انا جبت في كشف بيطول في كشف ما بيبقاش محتاج في ثانيه ده بقى نفسي لازم تطول في الكشف عشان يبقى حاسس ان انت يقول لك ايه ده ما كروتنيش مش عايزين نسمع الكلمه دي لواحد بيموت جلطه في الرئه ما ده بينهك ده بينهك وبينهك بشده وممكن بعديها بدقايق يفقد روحه ودي اللي انا حكيت عليه في اللي احنا اللي انا حكيت عليه انا فاكره لغايه دلوقتي شوف من 25 سنه كان عيان وقف مع 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 الزميل واحنا امتياز بيشتكي من نهجان مش قادر يتكلم كان جلطه رئه لكن معظم النهجان هو بيقول انا مش مدخن يبقى غالبا ما نتكلمش في مشكله رئه غالبا ولو ان وارد يعني اللي عنده ورم في الرئه ما هو هينهج وجايز ما يكونش مدخن لكن نحط للقلب مكانه كبيره جدا في النهجان خاصه الناحيه الشمال هبوط الجهه اليسرى للقلب يسبب نهجان غير عادي لدرجه العيان ما يقدرش ينام فلات ما يقدرش ينام على ظهره لازم يقعد فدول يكشف عليهم كويس جدا مش صدرا هو بيقول عملت اشعه مقطعيه على الصدر على اساس ان هو كورونا طالع مش كورونا يبقى الصدر مستبعد نمسك القلب بقى هل عمل موجات صوتيه القلب هل حد حط السماعه ضيق الصمام المترالي زعيم نهجان نهجان ما حصلش زعيم فاحتمالات النهجان كثيره جدا تبدا من واحد نفسي لواحد جلطه رئه يكون بيتوفى مرن بقى بهبوط الجهه اليسرى ضيق صمام ضيق الاورطي ضغط مش متعالج ضغط عالي ومش متعالج كويس في حاجات نهجان لا علاقه لها لا بالقلب ولا بالصدر لا علاقه لها مثل تغيير حموضه الدم تغيير حموضه الدم حموضه الدم 7.4 اذا تغيرت الى الحامضي الدم بقى حامضي العين ينهج يوريميا مثلا وهنا هنا نقول سبحان الله والله سبحان الله فعلا يعني انا وانت نقوم نسجد لله نقول ايه ده ايه الفن ده في ماده في غاز اسمه ثاني اكسيد الكربون الناس كلها عارفاه ثاني اكسيد الكربون لما يذوب في الميه يعمل حامض كربونيك حامض كربونيك ده حامض ده حامض طب ما انا عندي حموضه في المعد في الدم وكمان حامض كربونيك يوم اغسله اطلع ثاني اكسيد الكربون يوش يوم يريح الحموضه فهو بينهج عشان يتعالج يبقى ثاني اكسيد الكربون بغسله لان وجوده في الدم بيعمل حامض وانا من الاصل عندي حامض الكلى الكلى تعبانه ما اتخرجش الحامض فبالتالي استخدم الرئه عشان اخرج ثاني اكسيد الكربون لان ثاني اكسيد الكربون اذا داب في الدم هيعمل حامض اسمه حامض كربونيك يزود حموضه الدم فسبحان الله تلاقي العين بينهج اهو ده لا قلب ولا صدر خالص النهجان قد يكون من البطن واحد عنده استسقاء ابتدى الحجاب الحاجز يعلى مش قادر يتنفس زي الست الحامل في شهر التاسع ما بتنهج بس دي نهجان فسيولوجي ما هوش خطير خالص يعني بتتحسن بعد الحمل او بترجع طبيعيه بعد الحالة اللي جاية دي متكررة وبرضه بتتاخد في مجتمعنا المصري بشكل من الاستهتار، يعني أنا لسه كنت قاعد معزوم في 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 عشاء وصديقة عزيزة يعني قالت لي إنها عندها تاريخ من نزيف الأنف قبل يعني نزفت من مناخيرها كذا مرة وأنا استغربت وسكت وسكت أنا هحكي الكيس ونترجم الموضوع بيعاني من نزيف متكرر من الأنف عمره 17 سنة بس هو قال بقى هنا انه ضغطه طبيعي الابحاث المطلوبة للوصول للتشخيص السليم ايه ده راجل طلع الضغط من القصة يعني ده مش ضغط لكن اللي انا حكيت عليها دي كانت ضغط عالي المفاجأة العجيبة ده كلام موجود في كومار موجود في كومار المفاجأة العجيبة مفيش علاقة مفيش علاقة يعني الضغط العالي ما ينزفش ده الناس هو اللي عالي الضغط يعني انت العيان بيجي لك ضغطه عالي ونزف من انفه فكل العلماء ربطوا الاثنين هو العكس هو الضغط العالي ما يخليش الانف تنفس
تنزف خالص. لكن نزيف الانف لما تشوف الدم ضغطك يعلى. هو في كوينسيدنس ممكن يحصل، ممكن صدفه الاثنين يجوا مع بعض. هو ولد صغير مش كده؟ 17 سنه. 17 يعد الصفائح. يعد صفائح دمويه. اي تي بي الاحتمال الاول في حالته اي تي بي. اي تي بي اللي هي نقص الصفائح الدمويه، واذا كان كده له علاج سهل جدا جدا برضه كورتيزون بالاضافه الى استئصال الطحال. لكن يعد الصفائح، الصفائح الدمويه يا ابني بين 250 الف ل 450 الف. لو هي السبب هتلاقي 70 الف 80 الف 40 الف هتلاقيها واطي. نقص الصفائح بيعمل نزيف تلقائي تاني. نقص الصفائح يعمل نزيف تلقائي، يعني يبقى قاعد وفجأة أي حاجة تنزف، المثانة، الكلى، المعدة، الأنف، العين، تلقائي مش عايز مجهود، بعكس الهيموفيليا. الهيموفيليا لازم حركة، يعني المفصل يتحرك عشان أنزف، إنما الصفائح مش كده. الصفائح 2 اس اللي ده للطلبة بقى، سبونتينيوس وسيفير. اس اس سبونتينيوس تلقائي وسيفير شديد، فبيبقى نزيف جامد جدا جدا. فيروح لدكتور دم او يعمل صوره دم الاول يشوف الصفائح كام، اذا كانت واطيه يروح لدكتور دم بسرعه جدا جدا، لان علاجه سهل ما هوش مشكله. قد يكون المشكله موضعيه، عنده مشكله في الانف، في دكاتره انف واذن ساعات يكو ساعات يديله دواء، بس هو لازم يعرض نفسه الاول صوره دم. طلعت نورمال جري على انف واذن، طلعت صفائح واطيه جري على دكتور دم. هناخد السؤال اللي جاي ده، يعني برضو سؤال مهم قوي الحقيقه، انه بيعاني حد بيعاني من خلل في ضربات القلب و شعور بالألم في الصدر أثناء هذا الخلل، وسن صغير 24 سنة وهو مدخن. لا لا. طبعا هجان عرض سخيف، عرض سخيف. يعني أي حد يا أخوانا من سمعنا ينهج جري على الدكتور. الهجان ده من واحد نفسيا تعبان، الواحد بيموت. الدكتور مظلوم يا عيني، لان اللي بيحكموا عليه اتنين والاتنين ما بيفهموش الطب. لا لا، ده الطالب والمريض. تلاقي واحد مثلا يقول لك ده دكتور ممتاز، ده سمعته طول كده يا عم الحاج. فانت الناس فاكره اللي يغيب في الكشف يبقى دكتور كويس. كويس ماشي على مهله، بس أنا جبت اللي أنا عايزه في ثانية. بيعاني من عرض قد يعني البعض يطنشه وده كارثة. هي بيعاني من إسهال من 4 شهور مع وجود دم ومخاط بالبراز. حالة زي دي ملهاش غير منظار. ثاني أكسيد الكربون لما يدوب في المية يعمل حامض كربونيك. حامض كربونيك ده حامض، ده حامض. طب ما أنا عندي حموضة في المعد في الدم وكمان حامض كربونيك، يوم اغسله اطلع ثاني اكسيد الكربون يوش، يوم يريح الحموضه، فهو بينهج عشان يتعالج. سن 24 لا يستبعد القلب بتاتا. طبعا هو مش كومن، يعني هيبقى الكومن سن ال 50 حول ال 50، لكن 24 يجيله خاصه انه مدخن. بس يا ابني انت سامعني دلوقتي، احلف على المصحف ما تشرب سجاير تاني، احلف، لان ده انت بتنتحر. ابو العريف يا باشا انواع واشكال. في ابو العريف اللي بيعالج الناس كلها بالكروكومين، كل الامراض بتعالج بالكروكومين. انا ما اعرفش حضرتك سمعت عن حاجه زي كده؟ حاجه بشوفها اعلان كده الاقي كاتب مثلا 26 مرض بيتعالج بالكروكومين. انا ما اعرفش ايه هو الكروكومين اساسا. يعني عارفه يعني، بس مش بيعالج اي حاجه. قوت القلب والقولون والقولون والاكتئاب والارتكاريا والاكتئاب روماتويد روماتويد والزئبق الحمراء. أكيد النظر مهم جدا، وأكيد أكيد برضو أن النظارات أو النظارة الطبية شيء
لبعض او لكتير من الناس مزعج. ممكن تبقى مولود الطفل يكون مولود هو عنده ميه بيضاء. دايما بنيجي نعمل عمليه ميه بيضاء بنزرع عدسه. الميه بيضاء زي ما قلنا كتير بنقول للساده المشاهدين ان الميه بيضاء عباره عن العدسه الاصليه بتاعت العين بتبقى معتمه فبنشيلها ونحط مكانها عدسه ثانيه. عدد كبير من الدكاتره يقولوا لي مالكيش حل وده يعني حاجه مستحيله انها تعمل لك، وفجاه كده دكتور يقول لي لا انت ليكي عمليه. فكان قرار صعب جدا، بس دكتور احمد بصراحه ساعدني ان انا اخد القرار. يعني اكتر حاجتين بيحددوا مسار الاشعه جوه العين هو القرنيه، هو الجزء الخارجي من العين، عشان ناس كتير مش فاهمه يعني ايه قرنيه. 90% من العينين اللي بيعملوا ليزك بيبقوا مبسوطين ما بيلبسوش نظاره. الفيمتو لعب دور كبير جدا في رفع نسب الامان في عمليه تصحيح الابصار والحصول على نتائج رائعه. ابيض اس 2 يجي العين يقول لك انا جاي اعمل ليزك، معلش انت جاي تقلع النظاره، فسيبني انا اختار لك يناسبك ايه. الدكتور احمد عساف استاذ طب وجراحه العيون طب عين شمس، زميل كليه الجراحين الملكيه البريطانيه، عضو الجمعيه الامريكيه لطب وجراحه العيون، عضو الجمعيه الامريكيه لجراحات المياه البيضاء، عضو الجمعيه الامريكيه لاصلاح عيوب الانكسار، 7 أبحاث منشوره دوليا، 17 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعيه الاوروبيه. اهلا بكم. النهارده لقاء من طبعا من طراز خاص، النهارده لقاء متعه خاصه جدا في عالم العيون. قصه مثيره النهارده، لكن خليني اقول لكم انه اكيد اكيد النظر مهم جدا، واكيد اكيد برضو ان النظارات او النظاره الطبيه شيء لبعض او لكتير من الناس مزعج. لبعض الناس، مش هقول ان كل الناس، في ناس بتحب شكلها بالنظاره، لكن النظاره السميكه ما حدش بيحب شكله بيها اكيد. محدش بقى يعني ممكن نظارة لو ايه يعني رقيقة كده وشياكة ماشي، لكن النظارة السميكة لا، نو واي نو واي. النهاردة لقاء من طراز خاص زي ما قلت مع ضيفي العزيز المبدع دائما اللي بسعد جدا باستضافته، واحد من الناس اللي شالت على عاتقها هذا البناء في عالم العيون، استاذ الدكتور احمد عساف. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا واهلا بالناس الحلوه، والف مبروك على الله يبارك فيك. مبروك ليك ومبروك لي. الله يخليك، ربنا يخليك. البرنامج بيك وانتوا يعني، مش لا ده شرف لينا، ربنا يخليك. ده شرف لي انا. النهارده معانا يعني ضيفه طبعا عزيزه عليا جدا وسعيد بانها جت النهارده، الاستاذه اسماء قط. ازيك يا اسماء؟ اهلا بحضرتك يا فندم. ازاي صحتك؟ الحمد لله بخير. اسماء من الناس الطيبه جدا، الناس الهاديه اللي ساعدتي جدا بلقاء حتى قبل ما انت تدخل دخلت سلمت عليا. اجمل حاجه في سلام الناس علينا اننا بيعرفنا. طبعا ويعني طبعا. طبعا ده احساس يعني جميل قوي. الاول نبدا، تحب نبدا بالميه البيضاء ولا نبدا باسماء زي ما انت تحب؟ انا احب اوضح بس نقطه صغيره، ان هو احنا جبنا سيره الميه البيضاء كتير قوي وقلنا اوقات كتير ان المياه البيضاء معظمها بتبقى جايه نتيجه تقدم في السن، لكن في اسباب تانية للمياه البيضاء ممكن يكون نتيجه التهابات في العين، ساعات امراض السكر ساعات بتساعد على حدوث مياه بيضاء، التهابات قديمه في العين او حوادث معينه ممكن تؤدي الى حدوث المياه البيضاء. لكن في سبب تاني للمياه البيضاء هو المياه البيضاء الخلقيه، ان انت ممكن تبقى مولود الطفل يكون مولود هو عنده مياه بيضاء، يعني عنده عتامه في العدسه اللي جوه العين، وهنا تكمن مشكله كبيره جدا ان انت بتحكم على هذا الشخص اللي هو الطفل اللي هو بعد شويه هيبقى طالب في المدرسه، بعد شويه هيبقى شاب او شابه بيشتغل بعد كده اهوت ويتحمل مسؤوليه بعد كده اهوت، سواء نفسه او مسؤوليه اسرته، بيعيش حياته بطريقه معينه، لان العمليات الميه البيضاء في الميه البيضاء الخلقيه ليها ظروف خاصه. دايما الطفل لما يكون صغير قوي ونعمل عمليه الميه البيضاء اللي هو عدسه العين المعتمه بنشيلها، صعب ان احنا نزرع عدسه جوه العين نعوضها، فبنسيب العين من غير عدسه. ليه؟ علشان حجم العين نفسه بيكون صغير قوي، وممكن لو زرعت العدسه ممكن يحصل مضاعفات من اشهرها ارتفاع في ضغط العين ويعمل ميه زرع ويعمل التهابات كمان والتصاقات جوه العين. فجرى العرف ان احنا نستنى سنتين يكون الطفل ده يعدي سنتين ونزرع عدسه. الاساليب لعمل عمليه الميه البيضاء في الاطفال الصغيرين او الميه البيضاء الخلقيه تطورت، لكن من زمان من 10 سنين او 15 او من 20 سنه كان
الموضوع ان انا اشيل الميه البيضاء وما ازرعش عدسه بعد سنتين او بعد اكتر مش مهم، والطفل ده يعيش حياته كلها بنضاره، ونضاره تخينه زي ما حضرتك قلت في مقدمه البرنامج. النضاره دي بيبقى ساعات القوه بتاعتها زائد 10 وساعات زائد 11 او زائد 13 وزائد 14. دي مش شكل النضاره بس الوحش، اعتماد الطفل او الشاب على النضاره دي بيبقى تقريبا 110%، مش هنقول 100%، مليون في المية. يعني من غير النضاره لا شايف لا بعيد ولا شايف قريب. على عكس حتى الناس اللي عندهم قصر نظر، القصر النظر عنده ميزه لو هو سالب 10 مثلا، عنده ميزه لو من غير نضاره ممكن يقرب الحاجه من وشه او من عينيه على مسافه كام سنتي يعرف يشوف. اللي زائد 10 او زائد اكتر ما بيشوفش لا قريب ولا بيشوف بعيد، وشكل النضاره مش حلو، وبيدي عدم ثقه في النفس، وبيخلي حياتك كلها مرتبطه بالنضاره دي. النضاره دي في يوم لو اتكسرت او ضاعت منك حياتك هتنقلب راسا على، او اليوم نفسه هينقلب راسا على عقب. لما بتيجي تسافر بتسافر معاك النضاره اللي انت لابسها ومعاك نضاره ثانيه احتياطي في الشنطه. ممكن غير ان حضرتك قلت مثلا ممكن سخريه الزملاء في خاصه في المدرسه ممكن يبقى فيها نوع من انواع السخريه مثلا، ممكن حتى ممارسه الرياضه، ممكن ممارسه الحياه العاديه لاي طفل وشاب هيبقى صعب جدا في وجود النضاره. ممكن الصعيد عن النضاره دي بعدسه لاصقه، لكن للاسف في المقاسات العاليه اللي هي بالموجب بتبقى العدسات اللاصقه كمان مش مريحه، لان العدسه اللاصقه بتكون تخينه وبتضايق المريض جدا وبتحمر العين، بتعمله شكشكه والتهابات متكرره. هنا تكمن المشكله ان في طفل بيتولد يعني بيوعى على الدنيا بنضاره، وبيلاقي نفسه مختلف عن بقيه الناس اللي حواليه ومش عارف ليه، ومش نضاره عاديه، نضاره بسبب ان كان في ميه بيضاء او كان في عدسه جوه العين اتشالت عشان هي كانت معتمه وما تعوضتش بعدسه ثانيه. اذا دي المأساة الكونجينيتال الخلقيه. الخلقيه. طب ناخد فكره عن حاله، يعني اشرح لنا حاله اسماء، يعني مش ازاي اسماء هي 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 حاله من الحالات اللي بتشوفها كتير. ناس كتير جدا بيجي لك في سن الشباب ويقول لك انا لابس نظاره تخينه وعايز حل للموضوع. لما بنيجي نفحص بنكتشف ان العين من غير عدسه، العين نفسها مش مزروع لها عدسه، وبنعرف من الاب والام ان الطفل ده او الشاب ده لما اتولد كان عنده ميه بيضاء او كان عندها ميه بيضاء خلقيه، واتعملت العمليه ومن ما اتزرعش عدسه في وقتها، وده صح مش غلط بالمناسبه، عشان وقتها تقنية زرع العدسات ما كانش منتشرة، كان تصميم العدسات مش متطور زي دلوقتي، طريقة عمل العملية ما كانش بنحط في دماغنا، أو الجراحين ما كانش بيحطوا في دماغهم إنه إحنا هنزرع عدسة في المستقبل أو في القريب العاجل. المهم الطفل ده يبقى شايف كويس، مش مشكلة بقى شايف كويس بنضارة ومن غير نضارة، دي مش مشكلة، المهم يعيش حياته شايف كويس، يلبس نضارة زائد 10 زائد 15 مش مهم. الحاله النفسيه هنا بتهمل، او حاله الجانب الاجتماعي كمان بيهمل في حاله زي كده اهو. فهي كانت دلوقتي هي شابه مقبله على الحياه وعايزه تشوف حل للقصه دي، هل اعتماد على النظاره دي يعني تقدر تستغنى عنها، او حتى في ادق الحدود نقلل الاعتماد على النظاره دي شويه، ممكن اخرج من غير نظاره، ممكن حتى لو لبست نظاره بعد العمليه مثلا او عملنا اي اجراء تلبس نظاره حتى لو نظاره صغيره مقاس صغير، يبقى مقاس طبيعي زي اي حد تاني ماشي في الشارع، هل في امكانيه حاله زي كده ولا لا؟ هو ده كان الطلب بتاعها. دخل الحاله جت بدات تكشف عليها. هي كشفت عليها، كان هي دلوقتي معمول لها من تاريخ المرضي من الاسره ان الاب والام قالوا ان البنت دي فعلا اتولدت وكان عندها ميه بيضاء خلقيه، واتعمل عمليه، وبعد العمليه طبعا ما كانش في زرع عدسه زي ما قلت قبل كده اهوت، ففحصتها اتاكدت من الكلام ده مظبوط، وكان في التصاقات في العين، وكان في مشاكل في حدقه العين كمان، يعني ما كانتش بتستجيب للإضاءة قوي، فكانت حتى الإضاءة بتضايقها، أي إضاءة زي إضاءة الشمس كانت بتضايقها، الالتصاقات دي كانت رافعة ضغط العين كمان وبتأثر على كفاءة العصب البصري، فالحالة كانت مضاعفة شوية، مش مجرد إن ما فيش عدسة جوه العين، لكن في مشاكل كمان في من العملية القديمة قبل كده. الصورة دي صورة قبل العملية. دي كان قبل أسماء قبل العملية. دي النضارة بتاعتي. ده كان النضارة، خلي بالك النضارة ده إزاز مضغوط كمان. يعني ده ازاز مضغوط وده غالي مش رخيص بالمناسبه. يعني لما تيجي تعمل نظاره زائد 13 او زائد 12 وتخليها بالشكل ده، ده كده احسن ما يمكن. يمكن لو قربنا شويه صغيرين تلاقي النظاره بتكبر حجم العين، يعني انت تحس ان هي حجم عينيها اكبر من الحقيقي، عشان هي نظاره بالظبط بالموجب، ودي تبقى عدسه موجبه، العدسه الموجبه بتكبر الحاجه اللي وراها على طول.
على عكس العدسة السالبة. الناس اللي عندهم قصر نظر بيبان عندهم الموضوع بالعكس، بيبان عينيهم أصغر من الحقيقة. هنا بتبان العين أكبر من الحقيقة. مش بتكلم على الشكل العام بس، بتكلم احتياجك دايما النظارة دي تبقى موجودة على وشك باستمرار. من غير النظارة دي انت مش شايف حاجة. طب هروح لأسماء بقى، ما احنا دلوقتي ما قبل، احنا ما زلنا في البداية. ايه اللي تعرفيه عن اللي اتعمل لك وانت عندك سنتين او قبل سنتين؟ يعني حد اكيد بابا وماما قالوا لك يعني. قالوا لي، هي مامتي قالت لي ان انا بدأت البس النظارة من وانا بدأت اسحف. كانت عامله لي سنتين، كانت عامله لي نظاره وحاطه فيها بتاع كده عشان المسحف ما تقعش. تبقى نظاره خاصه بيبقى ليها استك تقريبا او رباط. كانت بتاعه اطفال. بالظبط. بعد كده بقى لما كبرت، لما اصحى من النوم على طول النظاره، اول ما افتح عيني النظاره على طول، قبل ما حتى افكر اروح اغسل وشي او اعمل اي حاجه لازم البس النظاره على طول. حصل لي طبعا مواقف كتير في المدرسه، زي مثلا في مره النضاره اتكسرت وانا في الجاردن يعني، وما كملتش اليوم، خليتهم يكلموا ماما تيجي تاخدني عشان مش عارفه اكمل اليوم، طبعا مش شايفه اي حاجه قدامي، فكان الموضوع صعب. طفله صغيره مش شايفه. لو في ده حاجه غير بقى التنمر يعني. حاجه مهمه قوي ان هي خليت حد يجي يكلمني يجي ياخدني. يعني هي من غير النضاره مش هتبقى حتى تعرف تروح البيت لوحدي. انا حتى عيطت ساعتها، يعني مش شايفه قدامي يا جماعه. مشكلة. انت عارفه ان انت من غير نظاره ما بتشوفيش. كنت ساعتها. بالظبط. غير بقى كلام الاصحاب وحتى من المدرسين نفسهم، كانوا في تنمر كده، ايه ده انت عينك كبيره بالنضاره، طب ليه ما تقلعهاش؟ مدرسين. وانا في الثانوي. وانت في ثانوي؟ ده مدرس ثانوي. والله. ده كلام مهم جدا، انه لازم ادارات المدارس تنبه على المدرسين وطبعا الطلبه، بس الطلبه يعني شيء يجي منهم تنمر ده يعني متوقع ومؤسف، لكن المدرس يجي منه تنمر ده مش متوقع ولا مؤسف، دي جريمه. وهو الطالب زميله برضه دي تعتبر جريمه في رايي، لكن يعني احنا لسه ما وصلناش ان احنا نمحي التنمر تماما، لكن المدرس تحصل منه ده يعني فين ده لازم في رقابه ولازم يعاقب معاقبه شديده في حتت معينه. الراجل ده بينتهي شغلانته. كملي يا اسماء. بالظبط. ف يعني بصراحه في الوقت ده اتصدمت جدا، يعني من المدرس بتاعي يقول لي كده. ففي الوقت ده كنت بدات اكبر وكده، فقلت لا يعني نفسي بقى اقلع النضاره دي، كله بيتكلم ويقول ايه ده شكلك مش حلو بالنضاره. فكنت اما اروح اكشف اقول له يا دكتور انا عايزه يعني اقلع النضاره دي اعمل عمليه، يقول لي لا انت في عين تنفع وعين ما تنفعش. فطبعا مستحيل نعمل لك عين ونسيب العين الثانيه، فارضي بقى كده وانت على طول هتبقي بالنضاره. بتقال لك كذا مره؟ من كذا دكتور يعني. بس لحد بس يعني قلت خلاص النهارده وتمام وهعيش حياتي كده، لحد ما عرفت دكتور احمد ورحت له. كنت رايحه ان انا هعمل نضاره يعني، خلاص هعمل نضاره وكده. قال لي لا انت ليكي عمليه وينفع. كنت رايحه كمان مش بهدف حاجه، انت كان هدفك ده خلاص بعدتي عنه. بالظبط. انا رايحه اعمل نضاره بس. فلما قال لي بقى لا انت ليكي عمليه وينفع يتعمل لك عمليه، فكان بالنسبه لي كده حاجه زي بصيص امل يعني. بس يعني نقف عند الحته. جت اسماء تعمل نضاره، تعملها فحوصات اكيد، هنتكلم عن فحوصات، لكن هي قبل كده اوريدي من تجربها القريبه برضو من الزياره دي اتقال لها لا انت ما ينفعش تعمل. ايه الصعوبه في حالتها؟ دايما بنيجي نعمل عمليه ميه بيضاء بنزرع عدسه. من الميه بيضاء زي ما قلنا كتير، بنقول للساده المشاهدين ان الميه بيضاء عباره عن العدسه الاصليه بتاعت العين بتبقى معتمه، فبنشيلها ونحط مكانها عدسه تانية. دايما بنسيب حاجه اسمها محفظه خلفيه، باختصار غشاء رقيق جدا بنسيبه علشان ده اللي بنحط عليه العدسه اللي هنزرعها مكان العدسه القديمه. الاطفال الصغيرين ما ينفعش نسيب المحفظه الخلفيه دي، يعني لازم تتشال، لان بتعتم وبتخلي الطفل مش شايف، يعني ممكن كان بالظبط الميه البيضاء رجعت تاني. يعني ما بترجعش، بس الغشاء الرقيق الشفاف اللي موجود المفروض نزرع عليه العدسه بيبقى معتم وما كانش ينفع، والمريض مش هيشوف بعد كده او الطفل بمعنى اصح. فهنا بيتشال. فطبعا لما بتيجي تزرع عدسه بيبقى تقنيا صعب جدا هتزرع عدسه في مكانها الطبيعي من غير ما تلاقي حاجه تسندها. ما فيش
مفيش المحفظه الخلفيه، مفيش المحفظه الخلفيه، فهتقع في قاع العين، فصعب جدا. فطبعا الموضوع تطور، ان انواع العدسات تطورت، طريقه زرع العدسات في الحالات المعقده، مش عايز اقول معقده بس هو ده الترجمه الكومبليكيتد يعني معقده، الحالات الصعبه زي اسماء تطورت في خلال الكام سنه اللي فاتوا دول، فبقى بنثبت العدسه في جدار العين اللي هو في الصلبه او البياض بتاع العين نفسه، بدل ما ندور على حاجه تسند العدسه من تحت، لا العدسه ليها دراعات بنثبتها في جدار العين من غير ما يبقى فيه محفظه او ما يبقى فيه حاجه تانية تسند العدسه من تحت. وده التطور اللي حصل، وبقينا بقينا نتشجع وقادرين ان احنا نزرع عدسات في اطفال كما عمل لهم او شباب دلوقتي كان معملهم هم اطفال صغيرين عمليه الميه البيضاء. هنا التكنيك بتاع الميه البيضاء لو ما شايفينه في الانيميشن، هنا بيشيل المحفظه الخلفيه، المحفظه الاماميه، ده الجزء المحفظه الاماميه كده، ده قشره صغيره او كيس صغير بيقشره، وهنا دي الموجات فوق الصوتيه، بيشيل الميه البيضاء او العدسه بتاعت العين بيفتتها بالموجات فوق الصوتيه. لكن لو خدنا بالنا ان المحفظه نفسها لسه موجوده، وخاصه الغشاء الخلفي من المحفظه لسه موجود، وده اللي هيزرع عليه العدسه. الدائره البيضاء الموجوده دي، ده معناها ان المحفظه جزء منها هتشال والجزء الخلفي لسه موجود وده شفاف، ويروح زرع العدسه جوه العين. في الاطفال الصغيرين ما ينفعش اسيب المحفظه دي، ان انا بتعتم، يبقى انا ما عملتش حاجه للطفل، هيقعد شهرين شايف كويس ويرجع بعد كده مش شايف كويس بسبب ان عتامه حصلت في المحفظه الخلفيه. ودول بيبقى صعب جدا علاجهم بالليزر، لا ده بندخله اوضه العمليات تاني عشان نشيل المحفظه كلها، وبالتالي العدسه اللي انا زرعتها مش هتلاقي مكان تثبت عليه وهتقع على الشبكيه وقاع العين، ويبقى الموضوع اسوء. فقلنا خلاص يبقى نعمل الميه البيضاء في الاطفال الصغيرين، وهنشيل المحفظه الخلفيه وما نزرعش عدسه، ويحلها ربنا بقى بعد كده، بس المهم الطفل ده يبقى شايف. ده اللي كان موجود من 15 سنه تقريبا يعني. الموضوع تطور، فبقينا نعرف دلوقتي نزرع عدسات. في طريقه ان احنا نزرع عدسات في حاجه اسمها الجزء الامامي من العين، بس دي ليها مشاكلها، بتعمل مشاكل كثيره جدا، ممكن تعمل ميه زرقاء، ممكن تعمل التهابات في العين متكرره، ما تنفعش في شاب او شابه متوقع ما شاء الله يعني يديهم لايف سبان بتاعهم، او متوقع انهم يعيشوا مثلا 30 40 50 سنه قدام، ممكن يعملها الناس كبار في السن شويه، فبالتالي ما كانش مستحب قوي ان احنا نزرع عدسات، فقلنا خلاص يعيشوا بنضاره وخلاص. لكن الحمد لله ظهر تطور دلوقتي التقني ناحيه العدسات وطريقه زرع العدسات، بان نثبتها زي ما قلت قبل كده في جدار العين. اذا الصعوبه، عشان برضو نلخص الحته دي للناس، الصعوبه كانت في انه في حاله ازمه مفيش جزء خلفي للعدسه متساب، لانها اتعملت الميه البيضاء من وهي صغيره، الجزء العدسه الخلفي دوت كان بيسهل انه العدسه تتحط عليه تنام بالزبط. عليه. لكن مع التقدم الجيد في تصنيع العدسات المزروعه، بقى في عندنا قدره ان احنا نثبت العدسات دي في الجزء الابيض في صلبه العين. هو التقدم من ناحيتين، من ناحيه تصنيع العدسات، ومن ناحيه كمان طريقه زرع العدسات حصل فيها تقدم. التكنيك نفسه التقنيه نفسها او الاساليب الجراحيه نفسها لزرع العدسات تطورت جدا في الفتره اللي فاتت دي، في الحالات دي بالذات، الحالات اللي هي فيها مشاكل، مش حاله ميه بيضاء عاديه اللي هو يعني تتعمل في 5-6 دقائق وخلاص، لا في الحالات دي بالذات حصل تطور كبير في الاساليب الجراحيه. في الات بقى مخصوصه بنستخدمها في حالات زي كده اهوت، لكن النتيجه بقت مذهله في الحاله دي. جوده الرؤيه بالنسبه للمقارنه بالنظاره جوده اعلى كتير. اولا النظاره بتغير حجم الحاجه اللي قدامك، بتديك مقاس، يعني لو النظاره بالموجب هتديك حجم الحاجه اكبر من الحقيقي، ولو بالسالب هتديك حاجه اصغر من حجمها الحقيقي. ده بيخليك تحديدك للابعاد اللي قدامك بيتلخبط، يعني البعد الثالث عندك بيبقى متلخبط دايما باستمرار. فلو حد بيسوق عربيه او بيشتغل في وظيفه تتطلب منه تحديد البعد الثالث زي الفنون الجميله او ما شابه، هيبقى عنده مشكله. والسواقه طبعا، والسواقه طبعا هيبقى تحديد البعد الثالث ده هيبقى عنده مشكله كبيره. فبالتالي العدسه مكانها الطبيعي جوه العين مش بره العين، فمكانها الطبيعي جوه العين. هنا المخ بيستقبل الصوره بحجمها الحقيقي، وبالتالي بيتعامل مع اللي حواليه بنفس البعد الثالث او بنفس الابعاد زي ما اللي حواليه شايفها، ما يشوفش الحاجه قريبه. انا ما اشوف الحاجه كبيره هترجمها انا تلقائيا ان هي قريبه مني، في الحقيقه ان هي مثلا تكون بعيد عني مترين انا هفتكر ان هي على بعد متر. فهي دي مشكله، مشكله كبيره يعني. لكن لما بنزرع عدسه جوه العين الوضع بيختلف. غير بقى الجانب النفسي او الاجتماعي، ان انت احنا مش بنتكلم العدسه دي حاجه رفاهيه او النضاره دي تبقى حاجه رفاهيه. النضاره لو حاجه مقاس صغير
اوكي مفيش مشكله اقدر الاقيها والبسها، لكن ماينس واحد ماينس واحد ونص بالظبط. نظاره مقاس كبير، ما اصحى من النوم ادور على مد ايدي على الكوميدينو اول حاجه ادور عليها النظاره البسها، ولو النظاره دي وقعت اتكسرت فانا حياتي وقفت واليوم بتاعي حتى اتلخبط، محتاج حد يوصلني ويرجعني البيت تاني عشان اعمل نظاره جديده. دي طبعا احساس مش لطيف، يعني احساس ان حياتك كلها معتمده على حاجه زي كده. هو غير طبعا لو حاب يمارس رياضه او زي ما حضرتك قلت في مقدمه البرنامج البخار بتاع اي سائل او في الجو البرد مثلا هتلاقي النضاره بتشبر معاك، حاجات زي كده هو هتبقى مزعجه شويه صغيرين. الجانب النفسي هنا يبقى ليه دور كبير شوية جدا كتير شوية كتير قوي هو طبعا بتشبر وانت سايق لو في الشتاء كمان داخلين عليه طبعا وفي الصيف كمان لو في تطلع من التكييف العربيه على اي مكان حر على طول بتشبر فعلا يعني. فهي المشكله في كده اهوت، يعني تخيل انت حياتك، احنا مش بنتكلم على واحد عنده 50 60 سنه، احنا بنتكلم على شاب لسه بيبتدي حياته. هنا تكمن المشكله، هنا اهوت دي حد بيبتدي لسه حياته، يبتدي حياته معتمد على عكاز مش يعني. فاحنا هنا بنسميها حتى العمليه دي بنسميها فيجوال ريهابيليتيشن، انا بزرع، هي اتعملت الميه البيضاء خلاص، بس انا بحاول بقى اعمل تاهيل، اعاده تاهيل بصري للعين اللي اتعمل لها عمليه الميه البيضاء علشان ترجع تتعامل بشكل طبيعي جدا مع المجتمع. اسماء قررت ان انت تعمل العمليه، وده قرار ما كانش سهل خالص جدا يعني. عدد كبير من الدكاتره يقولوا لي مالكيش حل وده يعني حاجه مستحيله انها تتعمل لك، وفجاه كده دكتور يقول لي لا انت ليكي عمليه، فكان قرار صعب جدا، بس دكتور احمد بصراحه ساعدني ان انا اخد القرار يعني. كان شرح لي كل حاجه في اول مره بالتفصيل، عرفني ايه اللي هيحصل بالظبط في العمليه، ايه ما بعد العمليه، حتى لو في مثلا نضاره يعني زي ما حضرتك قلت بدرجات قليله، بس هتبقى حاجه يعني حاجه عاديه يعني ممكن اقلعها استغنى عنها في اي وقت. بالعكس دي شياكه. شياكه كمان. انا بلبسها دلوقتي يقولوا انت دكتور وكده. شياكه اللي هي انا ساعات بلبس نظارات خفيفه كده. شكلها شيك يعني. شكلها لما اكون مناسبه بالزبط. معين رايح مؤتمر اروح لابس. لايف ستايل. لايف ستايل معين لابس بدله بجرافطه بتاع اروح لابس. هو انا عايز اوضح نقطه هنا، الهدف من العمليه ما كانش ان احنا نلغي النضاره 100%، الهدف من العمليه ان احنا نقلل الاعتماد على النضاره، يعني هيبقى في نضاره، انا قلت الاسماء، هيبقى في نضاره بعد العمليه، بس احنا بنتكلم نضاره في الحدود الطبيعيه اللي هي سالب واحد زائد واحد نص ثلاث ارباع، هنصلح على قد ما نقدر، لكن مهما كان هيبقى في نضاره ولو بسيطه. هي الحمد لله بقت معظم الوقت كل ما بشوفها بتيجي لي العياده بتقولها فين النضاره بتاعتي، تقول لي في البيت يعني بلبسها واحد دي حاجه كده يعني بلبسها في البيت، يعني والله داخله مثلا اتفرج على التلفزيون ممكن احتاجها ممكن ما احتاجهاش. هي اعتقد مش محتاجه تلبس النضاره معظم الوقت يعني، شايفها ما شفتهاش ولا مره تقريبا جات لي العياده بالنضاره. مش هو ده الهدف الاساسي، باكد تاني الهدف الاساسي ان احنا النضاره، انا بصحى من النوم ادور على الكوميدينو فين النضاره دي، مش موجود خلاص، انا بقوم بمارس حياتي بشكل طبيعي، معايا نضاره بلبسها في اوقات معينه، النضاره دي اتكسرت زي ما هي قاعده جنبينا دلوقتي، ان هو قاعده من غير نضاره وطالعه من البيت من غير نضاره وبمارس حياتها بشكل طبيعي بدون نضاره خلاص. لا انسى مشهد لفؤاد المهندس في فيلم اسمه عائله زيزي لما النضاره ضاعت منه وهو في خناقه مع هو واخوه احمد رمزي لو فاكر الفيلم، والنضاره ضاعت وقعد بيدور على النضاره وساب الخناق واحد صاحبي اصلت له الحكايه صاحبي قوي من 25 سنه خناقه تمت النضاره كسرت شكلي انا اعرفه ساب الخناق ساب الخناق وقعد يدور على النضاره تقريبا اعرفه برضه رغم انه كان لعيب ملاكمه من ساعتها ما بيتخانقش هو لابس نضاره ابدا. تعالي نروح بقى اللي بعد العمليه، ايه اللي حصل؟ انت خلاص بدات يبقى عمليه قبل بس ما نروح، عمليه بتتم في يوم واحد يعني ما بنعملش الاثنين في يوم واحد. انا عارف اقصد يعني العمليه بتشوف كل حاجه في نفس اليوم. بنعمل عمليه طبعا تحت مخده الموضعي ولا بتغطي العين زي الافلام؟ بنغطي العين زيها زي لا بنغطي العين اربع ساعات زي عمليه الميه البيضاء العاديه، بنغطي العين اربع ساعات، بتختلف ممكن في بعض الجراحين بيغطوها اكثر شويه صغيرين او اقل. يعني دي مش هدوت ده الايشو يعني، لكن بنغطي العين اربع ساعات، بنشيل الغطاء، بتبتدي تحسن في نظر ابتداء من ثاني يوم، بتحس ان في فرق وما كانتش معتمده على النضاره زي الاول. بنعمل بعد كده العين الثانيه، وفي الاخر بنستنى مثلا فتره معينه اسبوع او حاجه ونعمل مقاس النضاره النهائي، ونسيب المريض هو حريته بقى يلبس النضاره او ما يلبسش،
ترجع لحريته هو الشخصيه. وبنبه هنا نقطه صغيره، دايما في ناس بتفهم الرساله بطريقه معكوسه، بنقول لهم في نظاره هنعملها لك بعد العمليه، بيفتكر ان لو ما لبسش النظاره هيبقى عنده مشكله. لا، احنا بنعمل لك النظاره كوسيله مساعده اكتر تشوف اوضح، بنديك اقصى حده ابصار ممكنه. انت مبسوط بمستوى النظر بتاعك من غير نظاره بعد العمليه وشايف 6 9 على سبيل المثال، مفيش مشكله. عدم لبس النظاره مش هيضعف النظر، وكتر لبس النظاره مش هيحافظ على النظر في الحاله زي كده. هو امتى تحسن يعني النظر بيخلص؟ اسبوع او اسبوعين. العمليات دي بتبقى دايما فتره النقاهه بتاعتها بتبقى ساعات طويله شويه صغيرين، ان فيها مشاكل كتير، وبتختلف كل عين وليها ظروفها. يعني هي عندها العين اليمين غير العين الشمال، العين اليمين عملها فيها شغل والعين الشمال عملها فيها شغل تاني، على حسب في التصاقات قد ايه موجوده من ساعه العمليه الاولانيه، حدقه العين شكلها عامل ازاي، هل في تليفات ولا لا، محتاج تنظيف قد ايه، مكان العمليه القديمه ولا لا، في بواقي ميه بيضاء ساعات موجوده ولا لا، بتختلف تماما. الجسم الزجاجي اخباره يقول هو مالي تجويف قاع العين، في مشاكل ولا لا، تختلف تماما. ففتره النقاهه هنا بتكون طويله شويه صغيرين، وبنصح دايما اللي بيعمل عمليات زي كده ياخد اجازه من الشغل. اسبوعين اسبوعين اسبوع بعد كل عين. بعد العمليه ايه اللي حصل بقى؟ هو انا اصلا كان ليا نضارتين، نضاره مش ونضاره قرايه. فكنت اما البس مثلا النضاره القرايه لان انا كنت خارجه من ألسن وكده، ففي قواميس وحاجات كتير، فما البس النضاره القرايه افتح القاموس برده احس ان الرؤيه مش قوي، فده كان بيعمل لي احباط جامد. كنت اقف مثلا قدام التي في او كده فابص على شريط الاخبار، اعمل على ايدي الشمال وانا لابسه النضاره، لا برده مش شايفاها قوي. فلما روحت بعد العمليه فشلت من على عيني الشمال، ببص على شريط الاخبار لقيتني شايفاه. كانت اول مره اشوف شريط الاخبار. يعني اللحظه دي بجد يعني تيرنينج بوينت كده ان ماي لايف، والله بجد. انت ألسن قسم ايه؟ انجلش. تيرنينج بوينت تمام. طبعا. يعني في لحظه انت شفتي اول مره شريط الاخبار، يعني انت مش شايفه؟ لا، من غير نظاره. عيطت يعني. يعني انت لو من غير نظاره؟ من غيرها. بعد العمليه على طول. بعد العمليه انت خلفت يعني، هو المفروض تسيبي الغطاء بابا قال لي لا ما تشيليش بعد الاربع ساعات يعني. ما تشيليش البتاع يعني. قلت له لا انا عايزه اشوف ايه اللي هيحصل. في الوقت ده قعدت اعيط. ما احنا بنعيط كل حاجه في الفرحه. بالظبط، كنت فرحانه. ف هي كان مشكله ان كان في حتى بالنضاره مش شايفه كويس، ان كان في عتمات التصاقات وتليفات موجوده مكان العمليه الاولانيه. مش معنى كده العمليه الاولانيه غلط، لا، يعني دايما التفاعل بتاع العين الطفل الصغير بعد عمليه الميه البيضاء لا يمكن التنبؤ بيه، ساعات بيبقى عنيف جدا، ان المناعه دايما في الاطفال الصغيرين بتبقى عنيفه، فممكن تعمل التصاقات بتاثر على حده الابصار، فبتعمل تليفات في مجال البصر جوه العين، ما تخليش الطفل ده يشوف، والشاب بمعنى كده لما يكبر يبقى شايف، فتعمل نظاره تيجي مش شايف برضه بيها كويس. فهي دي مشكله هنا، مش مشكله ما كانش مقاس النظاره غلط، لا، هي كان في عتمات ثانيه جوه العين، الحمد لله يا ربنا وفقنا وعرفنا نشيلها قبل ما ننزل على العدسه الجديده. انواع العدسات الجديده يعني هل في انواع دلوقتي جديده؟ فيها انواع، بس هو الديزاين اختلف او التصميم اختلف، الماتيريال طبعا بقت ماده الى حد ما يعني قابله ان هي تتزرع جوه العين من غير ما تعمل اي مشاكل خالص، ماده خامله ما بتعتمش، ما بتغيرش تركيبها الكيميائي بعد العمليه على مدى طويل من السنين، مش بنتكلم على 10 سنين ولا حاجه، بنتكلم على 30 40 50 سنه تيستد اختبرت وما كانش فيها مشاكل خالص، فده اللي بيشجعنا. واللي باكد عليه هو اكتر حاجه اللي حصل تطور فيها هي الاساليب زرع العدسات دي، هي اللي تطورت قوي. نورتيني وشرفتيني. الله يخليك. ضيفتي العزيز المبدع دايما الاستاذ الدكتور احمد عساف، ضيفتي العزيزه اسماء قط، نورتونا وشرفتونا. الف شكر. خليكم دايما مع الناس الحلوه. الدكتور عبد الله متولي، أخصائي تجميل الأسنان، مؤسس مركز برايتي للأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان. الضيف العزيز دكتور عبد الله متولي، اخصائي تجميل الاسنان والمؤسس لمركز برايتي للاسنان وعضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان والمصمم للابتسامه المعتمد من البي دي سي بانجلترا. اهلا بيك يا دكتور عبد الله. ازيك يا دكتور ايمن؟ منورني. انت اكتر والله. نفسي
يعني يبقى معاناة الناس على الكاميرات وازاي تحولوا خصوصا في طب الاسنان. احنا بنحاول نعمل ده يعني، انت بتحاول تعيش الاحساس ده صح؟ احنا بنحاول كل مره لما بنيجي نتكلم ان احنا، انت هتلاقي نص اللقاء ما بنتكلمش على الاسنان اكتر ما بنتكلم على الحاله النفسيه وشكل العام للبيشنت. مش بتكلم بس على السنان، انت هتلاقيني بتكلم على تاثير السنان في الشكل العام، في سنه، في حالته النفسيه، في كل حاجه. الموضوع ما بقاش اسنان بس، انا بقيت مسؤول ان انا اخلي الناس شكلها كله حلو، الناس نفسيتها كلها مبسوطه. انا دلوقتي ما بقتش مسؤول ان حد موجوعه يخف، دي ابسط حاجه. انا دلوقتي مسؤول ان انت عندك مشكله ما وانت بتضحك مثلا بتحط ايدك على بقك، مش عارف تاكل كويس، عندك مشاكل في الثقه في النفس عشان شكل ابتسامتك. انا دلوقتي ده الاكتر حاجه شغله بالي ان انا اعالج الموضوع ده بس. فما بقناش نركز قوي على الاسنان في اللقاءات، بقينا نركز على الفيس ككل، او ده الترند اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي، ان احنا بنركز على شكل العام للعيان. هل تجميل الاسنان يقدر يتحكم في سن الانسان؟ ده تجميل الاسنان هو اهم عامل في تحديد سن الانسان. ليه؟ انت دلوقتي الوش بتاع الانسان ده متقسم ثلاث اجزاء، الجزء اللي فوق والجزء الثاني والجزء الاخير. اخر تلت ده هو اللي بيتغير في شكل الانسان، يعني القوره مع السن حجمها مش بيصغر، المسافه من العين للبق حجمهم مش بيصغر. ايه المسافه اللي بتصغر او بتتاثر؟ هي المسافه اللي بين الشفايف لحد الدقن اللي تحت، دي اللي موجود فيها الفكين والاسنان. فاذا مع تقدم العمر ايه اللي بيحصل؟ الاسنان بتتاكل، العظم بيتاكل، بيبان الانسان اكبر في السن. احنا مثلا لو شفنا حاله زي دي، الحاله دي انت من النظره الاولى كده تديها كام سنه او تديها ان هي في سن قد ايه؟ 50 ده بالظبط، عندها 51 سنه. طيب انا الحاله دي ليها قصه. الحاله دي جت العياده، كانت عند دكتور قبلي بتاع اسنان. بص بقى الخطه العلاجيه اللي قالها لها ايه. قال لها انت بصي شايفه الحاله دي، مبدئيا نتكلم عن الاسنان وبعدين نتكلم على الوش كله. مبدئيا كده ناحيه اليمين في سنتين طالعين فوق قوي وناحيه الشمال مفيش. طب ده اصعب من لما يكون في الناحيتين في مشكله. لما يبقى في ناحيه واحده مشكله بيبقى اصعب ان انا اظبط الناحيه الثانيه. لو الاثنين فيهم مشكله بسيطه، ناحيه يمين الشاشه بالظبط اللي هي شمال العيان بالظبط. تمام، دي القصه اللي الدكتور بقى، هي راحت لدكتور ايه؟ اسنان، ما راحتش لدكتور ايه؟ تجميل اسنان. قال لها ايه؟ احنا هنخلع السنتين دول ونزرع عظم، وبعد زراعه العظم نزرع اسنان، وبعد زراعه الاسنان نركب اسنان. طب البروسيدير دي او الخطه العلاجيه دي هتكلف البيشنت فلوس قد ايه؟ وقت قد ايه؟ يعني هي عندها مثلا 51 سنه. طيب هي هتقعد في القصه الخطه العلاجيه اللي هو قالها لها دي حوالي سنتين. يعني انت متخيل رايح تجمل اسنانك، تجملها وانت رايح وانت عندك 51 سنه، تستلم الشغل وانت عندك 53 سنه. انت متخيل الكارثه اللي هي فيها؟ هي هتقعد سنتين بالظبط، هتزرع عظم، هو الخطه اللي هو قالها لها هتزرعي عظم. بعد ما تزرعي عظم هتزرعي اسنان، هو عايز يخلع لها السنتين اللي فوق دول. هتزرعي اسنان، بعد زراعه الاسنان نركب بقى نعمل التجميل. طيب انا اول ما جات لي البيشنت دي، يعني هي دلوقتي بقت يعني صاحبتنا، كل صاحبه العياده كلها بحبها جدا. يعني اول ما جت قلت لها بصي سيبك من اسنانك خالص، انا دلوقتي عايز اصغرك 10 سنين. قالت لي هتصغرني ازاي؟ قلت لها انا هعمل لك سمايل ديزاين، تصميم للابتسامه مع وشك كله، لان انا اول ما شفتها لاحظت ان المسافه من مناخيرها لدقنها صغرت شويه. اذا لو انا كبرتها شويه، لو طولت المسافه دي تاني هترجع تاني صغيره في السن. طب لو شفنا الصوره اللي بعدها، ادي كده للبيشنت دي عملنا اسنانها بس كده، بس سيبك من الاسنان، سيبك من الاسنان خالص، ادي عمر للكلاينت دي او للبيشنت دي، يعني 36 37 36 35 35. طيب هل طب الشغل ده خد وقت قد ايه؟ ده اه بالفكر الجديد باللي انت بتحكي عليه
ممكن قوي اسبوع. اربع ايام. حلو. طيب اربع ايام تصغر في سنها 10 سنين زي الفل. خلي بالك شويه فيلر بقى كمان. ما هو انا وديتها لدكتور. لا عايزين الصوره اللي قبلها تاني. قبلها كده. الصوره دي بص الحاله، بص المسافه بين مناخيرها ودقنها في الصوره اللي على الشمال، والمسافه بين مناخيرها ودقنها في الصوره اللي على اليمين، هتعرف هي ازاي صغرت في السن 10 سنين. اكتر من 10 سنين، 15 سنه. احنا زودنا لها طول اسنانها وخلينا لها المسافه كبيره شويه فرجعت صغيره في السن. احنا ما لمسناش الاسنان، هي بتتحال عليها تعمل الاسنان اللي تحت بس هم مش باينين، شايفهم؟ لا. ولا في دي ولا في دي باينين. طيب لو هي كانت عملت اللي الدكتور اللي قال لها الخطه الاولانيه عليه، قال لها احنا هنخلع السنتين دول وهنزرع وهنزرع عض مش عارف ايه وقصص كبيره، وما كانش هيجمل هو اصلا بيبص على الاسنان. المفروض تجميل الاسنان دلوقتي تجميل للعيان كله، انا ببص على الفيس على الوش بتاع البيشنت. السنان امرها بسيط، تجميل الاسنان ده بسيط جدا. تجميل ان انا اصغر البيشنت دي بس في الوقت ده بالتركاية البسيطة دي هو ده اللي فرق. احنا دلوقتي عدلنا، لو جبنا بقى الصور اللي بعدها تاني، بص مثلا صورة من الجنب، تخيل ده شكلها من الجنب، بص المسافة من مناخيرها ودقنها اللي تحت قريبة، قريبة جدا جدا. ما دام ليه بقى ده حاصل؟ مع تقدم العمر السنان بتقصر والعظم بيتاكل. طيب احنا لو شفنا الصورة اللي بعدها هتلاقي، بص كده، بص المسافة كبرت ازاي، طولت. ده بيدي الوش شكل البيضاوي بتاع الشباب بالظبط، اللي هو بقى بيطول الوش شويه بالزبط. بدل كل ما الوش يبان بيضاوي يبان مثلث مقلوب لتحت بالظبط، كل ما الاسنان يبان اصغر. بص الفرق بين الصوره اللي على اليمين وعلى الشمال، انا مش عايز الناس تبص على الاسنان اصلا. انا عايز الناس تبص على سن الكلاينت دي او سن البيشنت دي. سنها صغر 15 سنه ببروسيدور او بحاجه بسيطه قوي، تطويل حجم الاسنان. طبعا ده حاجه مدروسه على وشها، يعني الطول اللي احنا عاملينه ده هتلاقيه ماشي مع الشفه اللي تحت، كل حاجه مظبوطه، يعني مش معمول اي طول وخلاص. يا سلام الفيلر بقى مع الحاله دي، مع فوق وتحت هترجع 30. هترجع والله هتبقى اقل من 35، هتبقى 35 بالظبط. الخطه بتاعتها فيها فيلر، يعني الفيلر هي محتاجه فيلر. هي محتاجة. طبعا فيلر خلاص، احنا السنان جميله جدا، الفيلر بقى عشان الوش كله. نفسي ولو ان ده صعب شويه في بعض الحالات بنقدر نعملها، يعني نشوف الوش ككل، لان هنا هيبان شغلك اكتر لو كان الوش كله بان بالظبط. بس هي طبعا يعني عشان خصوصيه بالظبط ما جبناش الصوره. يعني لو شفنا بقى يعني لو في قول لي لو في، انا عايز الصوره الاولانيه خالص، اول صوره، اول صوره كانت بمشاكلها بالظبط. نتكلم بقى في الاسنان. احنا كل ده عمالين ايه نتكلم وبنسى ان انا دكتور اسنان. احنا بقى عايزين نتكلم دلوقتي شويه في الاسنان. الحاله دي ايه مشكلتها؟ مشكلتها ان السمايل بتاعها عامل حرف الاس بالعرض، يعني في حته من فوق عاليه ناحيه اللثه، ومن تحت مفيش ناحيه اليمين، ناحيه السنتين اللي في النص قصيرين شويه، اليمين مظبوطين بس مش قوي. انا اسهل لي جدا ان حاله تجيلي كلها بايظه بس ما تجيليش بسنه، يعني جزء يمين بايظ والشمال سليم. انت عارف لو اليمين بايظ والشمال بايظ بسيطه. الفكره كلها والتركايه كلها ان انت تظبط حاله فيها يوني لاترال شيفت كده بالظبط وتظبطها. هي دي القصه، والبيشنت دي بقت صاحبتنا جدا، بنحبها جدا. انا بس عايزك في الحاله من الجنب متصوره قبل من الجنب، انا عايزك تقول لي ايوه هي. لان دي باين فيها المشاكل اكتر كمان بالظبط. الحاله دي من الجنب، انت لو شفت ما ينفعش السنان ما تبقاش لامسه الشفايف اللي تحت، الناب والسنه اللي جنب اللي في النص قصيرين جدا، دول طالعين لفوق بسبب تاكل في العظم. فهو الفكره كلها اختيار دكتور الاسنان. دي اول حاله اعرضها لك جايه لي من اول مره من غير ما اعيد شغل حد. اه دي اول حاله. اول حاله ما شاء من الله. ساعه ما اول حاله تجيلي على طول. ماشي ترشري سنتر كويس برضه. حلو. هل ممكن يعني لو احنا الحاله دي احنا يعني جميله جدا، لكن انت وانت بتتكلم دلوقتي دخلتني في قضيه ثانيه، قضيه العلاج بالقطعه او بالجمله او قطاعي وجمله. في ناس دلوقتي كتير
ماشيه باسلوب ان هو شخص نفسه ويجي يقول لك انا عايز اشيلي درسي آه. سنتي واقعه مش عارف السنه دي مكسوره شويه دي بالزبط. دي انا عيبي كله مشكلتي كلها في السنه دي. انا هعرض لك حاله دلوقتي. العيان ده فضل 18 سنه العيان ده لا لا. فضل 18 سنه يعالج سنينه. الحاله دي هو بيعمل ايه؟ سنه بايظه يروح يحشيها. هو زهق من دكتور السنين. هو زهق من دكتور بقاله 17 او 18 سنه بيعالج اسنانه كل شويه حشوه طب بص السنتين اللي في النص تحت دول تركيبات وقعت فوق حشو كله كل سنه محشيه حشوه. طب انا ليه اروح لدكتور الاسنان 17 سنه ليه؟ طب ما انا عارف الفرق يا دكتور ايمن بين لما تعمل عمره للعربيه كلها ولما كل شويه حاجه تبوظ تروح تصلحها حاجه تبوظ تروح تصلحها. طب ما تعمل عمره وتستمتع بيها. الحاله دي لو شفنا الاسنان بعد هتلاقي الحاله دي اتعملت في 4 ايام. بص الاسنان بعد 4 ايام بقى كده. اربع ايام يعني ده الراجل ده ممكن يجي له صدمه فرحيه. بيقول لي انا بتعالج بقى لي 17 سنه عمل عمره لاسنانه كلها 4 ايام رجع كده. هو زهق من دكاتره الاسنان. هو تعبير عمره ده حلو. اه والله هتعمل اسنانك كلها مره واحده بطريقه مظبوطه. الحاجات دي لها جرانتي ضمان مدى الحياه. خلاص انت ما اي حاجه تحصل لهم بتاعه الدكتور اللي اشتغل لك ده. عمل كراون طبعا. عمل كراونز طبعا لان اسنانه كلها حشوات. اه طبعا. تبقى الدكتور اسنان قد الدنيا. ده عمل كراونز كل الاسنان فوق وتحت في 4 ايام. هي الفكره كلها في الوقت. هو مش مصدق طبعا الوقت. هو ما بيبقوش مصدقين يعني بيقول لي انا رحت لدكتور الاسنان على مدار ال 17 سنه دول فوق ال 50 مره. ما هو ضرس بيحشيه ويقع تاني مع طب فبيقول لي انت هتعملها في جلسه والتانيه بقول له الدنيا الجديده الشغل الستايل الجديد في الشغل هو ان انت تعمل كل الاسنان مره واحده مدى الحياه. هي دي الفكره كلها. انا مش عايز اقعد اروح لدكتور الاسنان واجي هي مره والتانيه بتستلم 4 ايام شكرا سلام عليكم. روعه روعه. وبعدين الجارانتي بيقعد بقى انت زي ما انت قلت مدى الحياه يعني. مدى الحياه كراون يعيش بيه. وشوف الصوره بقى. انا نفسي كنت اشوف وشه كله مختلف عشان تعرفوا قيمه الاسنان. الوش كله بيختلف. وحالته النفسيه ايه طيب؟ هو على فكره جاي لنا من دوله خليجيه ومش قايل لحد ان هو يعملهم وهو مروح يعني. هو جاي لنا مصر بالسنان اللي فوق ومروح لهم تاني بالسنان اللي تحت. مش قايل لحد. مش قايل لحد. ده البلد كلها هتعرف. مش البلد ده مش هيعرفوه. بالظبط. مش هيعرفوه والله يعني. بالزبط. حد تاني خالص. هي الفكره كلها في التايمنج في الوقت. 4 ايام هي دي الفكره. دايما اقول جمله البس اعلى براندات البس احلى ساعات اعمل احلى استشوار شعرك عامل ازاي سنانك لو مش حلوه كل ده راح. هي اللي في الوش هي على طول. هي اللي في هي السنين. اه قول لي بقى السنان واللثه هل احنا ظالمين اللثه؟ هل المرضى ظالمين اللثه؟ انا اقول لك على سر. اه اللي يبين دكتور اسنان ده شاطر ولا مش شاطر اللثه. تقبل اللثه للتركيبه اللي هو عاملها. انا لو اللثه بتاعتي اتعملت لو الشغل بتاعي مظبوط اللثه هتتقبل. مش بكلمك في اول 10 20 يوم بعد العلاج. بكلمك على اللايف تايم. انا لو اللثه بتاعتي تقبلت التركيبه اللي انا عاملها ابقى انا كده دكتور شاطر. الحاله دي عملت تجميل اسنان اللي في بقها ده تجميل اسنان. ليه؟ اللي احنا بنكرره كل شويه. راحت لدكتور الاسنان اللي جنب البيت اللي هو بيحشي لها ضرسها واللي هو بيخلع لها ضرسها. قالت له جمل لي اسناني. طيب عمل لها ايه؟ هو ما عندوش خبره ومش ملم بالتجميل فقام عامل ايه؟ بارد الاسنان ومختار ماتيريال غلط. طب الماتيريال الغلط دي عملت ايه؟ خلت لون اللثه اسود. طيب لون اللثه الاسود ده العينه جايه. اشرح لي بس قبل معلش الحته دي انت كلتها بسرعه. ايه ماتيريال غلط؟ مش فاهم يعني ايه ماتيريال غلط؟ ماتيريال اللزق ما انا فاهم. لا ماتيريال غلط يعني خامه الاسنان المستخدمه في التجميل غير مناسبه للتجميل. اشرح لي بقى الحته دي بالراحه كده وعلى مهلك. حلو قوي. التركيبه اللي راكبه لها دي اسمها ايه؟ بورسلين. البورسلين ده فيه حديد من جوه. ولسه حد بيستخدم الحاجات دي؟ لسه بيستخدمه. انا عمري ما انا دلوقتي مش بستخدمه نهائي طبعا بس هو دلوقتي لسه بيستخدموه لو حد دكتور شويه كبير في السن. هما طبعا على يعني عندهم خبره واكسبيرينس وكل حاجه بس مش بيبقى ايه الحاجات الجديده مش بتبقى يعني مستخدمه كتير عندهم. الفكره كلها
الحاله دي العيانه، انا عايز اقول لك كمان هي لما راحت بقى لدكتور شاب صغير زينا قال لها ايه هعالج لك الحاله دي ازاي، دكتور مشهور جدا. الحاله راحت تجمل اسنانها خرجت بالشكل ده من عند دكتور مش فاهم اي حاجه في التجميل. راحت عند دكتور تجميل يعني عملت اللي عليها، عملت اللي على الدكتور التجميل قال لها ايه، اولا انت محتاجه علاج للثه. ايه علاج للثه ده؟ عايز يشيل طبقه من اللثه، هو فاكر ان اللون الاسود ده اللثه بقى لونها اسود، هو ما يعرفش ان اللون الاسود ده لون التركيبه. قال لها انت عايز علاج للثه، علاج للثه ده بياخد وقت كبير جدا، بياخد 15 يوم مثلا. وبعدين يشيل السبب، ما هو السبب هو التركيبه. بالظبط، هو قال لها انا عالج لك اللثه. تريتمنت ذا كوز. طيب انت دلوقتي هتشيل، ما هو اللون ده على فكره اللون ده مش لون اللثه بتاعها مش اسود. ده لون الحديد اللي داخل في اللثه هو اللي عاكس السواد ده. طيب قال لا، الدكتور الاولاني بوظ لها الدنيا، ما ينفعش الماده دي خالص في التجميل. الدكتور التاني حط لها تريتمنت بلان غلط، خطه علاجيه غلط. انا هبدا باللثه وهشيل لك التركيبات دي واعمل لك حشو عصب في اسنانك كلها واركب لك تركيبات. انا عايز بقى اقول على معلومه لاي حد بيتفرج علينا، لو دكتور اسنان قال لك اعمل حشو عصب او علاج جذور للتركيبات قبل ما تركب، اعرف ان هو دكتور مش شاطر. انا بعمل علاج عصب في الضروره القصوى. ما ينفعش يا جماعه نعمل علاج للعصب قبل التركيبات، لان ده بيأثر من حاجه ميته وحاجه حيه، اني لا تعيش اكتر، الحاجه اللي فيها روح. ما تعملش علاج عصب قبل التركيبات الا للضروره. لان دلوقتي الناس بتستسهل تقوم عامله علاج عصب ركب الاسنان. دي الحاله فوق، ودي الحاله بعد. تخيل يا دكتور ايمن ان احنا ما لمسناش اللثه واللثه رجعت طبيعيه طالما شلت السبب. شلت السبب. كوز تريتمنت اوف ذا كوز. انت بتستخدم تركيبه مناسبه للتجميل. تركيبه مناسبه للتجميل. بالظبط. الحاله دي ما اتلمستش اللثه. ما اتلمستش. عايزين نعمل حلقه عنوانها خفايا عالم الماتيريال. دي حلقه هتبقى جامده. نفسك فيها انت من زمان دي. جدا. قلت لك عليها قبل كده. هعملها لك، هعملها لك. بس دي على فكره هتحرج ناس كتير. هعملها لك. الخامه اللي فوق دي اسمها بورسلين، دي انا ما بقتش استخدمها اصلا في الضروس الخلفيه. تخيل بقى اللي هي ما فيها حديد يعني قويه. انا لو دكتور عندي ضمير انا هسالك سؤال، سيبك من طب الاسنان. لو انت مركب سنه تركيبه اسنان، انت عايز التركيبه نفسها لو حصل مشكله، لو وقعت على وشك او اي حاجه، التركيبه نفسها هي اللي تتكسر ولا سنتك اللي جوه اللي تتكسر؟ انا عايز التركيبه اللي تتكسر. انا عايز سنتي اللي تحت هي اللي تفضل سليم. فالناس بتعمل ايه؟ بتعمل تركيبه قويه قوي بحيث ان لو حصل اي مشكله السنه اللي جوه تتكسر والتركيبه تفضل سليمه. يا سلام. شفت التركيبه اللي فوق دي لو حصل لا قدر الله اي حادثه للعيانه؟ ده حديد. حديد. الحديد هيحصل له حاجه؟ لا. ولا اي حاجه، سنتها اللي جوه اللي هتتكسر. طب يا فرحتي، طب انا كده هضطر ازرع. هترجع للدكتور هيقول لها شفتي التركيبه قويه ازاي وسليمه ازاي؟ هي سنتك اللي اتكسر. مع ان انا ببقى عامل تركيبه نفس قوه الاسنان بحيث ان لو حصل اي مشكله، اي حادثه حصلت، اي خبطه، اي خبطه بنيه، اي حاجه، انا عايز التركيبه تتكسر واغيرها لك، ما عنديش مشكله. بس مش عايز سنتك يحصل لها حاجه. دي الفرق بين العيان برضو لازم يبقى على وعي، لان هو ساعات بيجي يقول لك انا عايز تركيبه قويه. لا، انا بختار لك تركيبه نفس قوه اسنانك. الفرق بين فوق وتحت حاجتين. العيانه البيشنت او الكلاينت ليها جزء 70% والدكتور 30%، لان الدكتور هو معلوماته كده. الدكتور ده مش بيخم العيانه دي، الدكتور هو معلوماته كده عن التجميل. فانت اللي لازم تدوري ولازم تتعبي عقبال ما تلاقي دكتور التجميل اللي يبقى فاهم حالتك ويبقى متخصص في التجميل. انا عندي كل التخصصات، انا عندي علاج الجذور. طب ما انا بعرف اعمل علاج الجذور، هل انا هعمله؟ عمري ما هعمله. عندي تخصص اللثه، ما انا بعرف اجمل اللثه، هل انا اجملها؟ عمري ما هجملها. عندي كل التخصصات في العياده، كل واحد بيشتغل تخصص واحد فقط. اسالك بقى سؤال، دي قضيه كبيره جدا، حكايه بروز الاسنان، لان في ناس كتير عندها بروز الاسنان ده في مصرنا الحبيبه، في الوطن العربي كتير. عيوب جينيه، ما اعرفش في حاجه يعني بتخلي البروز، وفي العالم الحقيقه البروز موجود. بس هل البروز يتصلح بتقويم ولا يتصلح بتركيبات؟
انا عايز اقول لك معلومه ممكن تفيد ناس كتير قوي. على فكره بروز الاسنان بنسبه 70% سببه عدم وجود دروس خلفيه. لو دروسك اللي ورا بايظه وانت بتاكل على اسنانك اللي قدام حتى هما مش مهيئين ان انت تاكل عليهم هيقوموا طالعين لبره. بتلاقي الحاله دايما جايه اسنانها اللي فوق مرفرفه لبره واللي تحت مرفرفه لبره من غير ما اكشف عليها ولا اي حاجه. بقول لها انت ما عندكيش سنان، ما عندكيش دروس خلفيه. تقول لي عرفت منين؟ اقول لها لان اسنانك الرفرفه اللي هي فيها دي حد ما عندوش دروس خلفيه. طيب في خناقه مشهوره قوي بين دكاتره ايه؟ التجميل والتقويم. انا اجمل ولا اعمل تقويم؟ دكاتره التقويم يقولوا على دكاتره التجميل ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ بتبوظ السنان اللي ربنا خلقها. دكاتره التجميل يقول لك يا عم شكل السنه وحش. انت شكل السنه انت هتقوم وفي الاخر هتطلع لبسمه وحش. عايزين نفرق بين التقويم والتجميل. التقويم نفس شكل اسناني لو هي سليمه بظبطها برجعها في مكانها الطبيعي. التجميل بغير شكل الاسنان. طيب انا حاله زي اللي شغاله في الفيديو اللي فوق دي عندها بروز في الاسنان، شكل اسنانها وحش جدا، عندها مشاكل كتير في الاسنان، اسنانها دي كمان مش اسنانها دي حشو. طب انا الحاله دي بعد التقويم هعمل تركيبات عشان احافظ على الاسنان. طب ما انا اعمل من الاول تركيبات. يعني انا ليه ادخل العيانه في تقويم مع ان هي اسنانها بايظه؟ يعني اسنانها مش بايظه بس محتاجه شغل، فيها حشو وفيها بروز فيها اعوجاج فيها شكل السنه نفسه طويل قوي. طيب انا الحاله دي طب انا هعمل لها التقويم وهيقعد سنه. طب بعد السنه دي ما انا هركب تركيبات. طب ما انا اركب تركيبات من الاول. انا ليه ادخل العيان بتاعي؟ ليه بنكره الناس في دكاتره الاسنان؟ مش انت بتلاقي حاجه مشهوره قوي انا بكره دكاتره السنان اول ما العين يخش لي؟ لا ده في قاعده من اكتر من دكاتره السنان، في ناس في قطاع كبير جدا في العالم كله يقول لك انا اكره الاطباء. على فكره ده موجود في العالم مش موجود في مصر بس. احنا اللي وايت كوت يعني كده. لا بس دكاتره الاسنان اكتر طبعا. انا ما بحق يعني الفكره كلها ان ليه اضايقه؟ ليه اعمل له تقويم سنه ولا سنه ونص؟ على فكره من التقويم ده ما انت هتخلع له دروس. بعد التقويم اركب لك تركيبات. طب ليه؟ ما انا ممكن اعالجك بالتركيبات من الاول. بس دي في حالات معينه، في حالات بروز الفك دي لازم تقويم. انما حالات بروز اسنان بس والاسنان بايظه وشكلها محتاج يتعدل وفيها حشوات وعامله فيها علاج جذور، طب ما انا اعمل لك تركيبات من الاول. تجميل ده في 4 ايام. الحاله دي في 4 ايام. الحاله دي بتتحسن في ده ايه ده بقى؟ ده مش عارف ده ايه. دي حالة عملت تجميل اسنان تركيبات بره. طبعا هي دي جايه لي فقد الثقة في نفسها جدا، يعني بطريقة يعني عشان اضحكها قعدنا مثلا نص ساعة عشان نخليها تضحك. دي عمل دي على فكرة دي عاملة ده من اسبوعين. يعني جديد لانج ده جديد لانج ده قبل. بص اللزق في فوق الاسنان باين. طيب بص السنه اليمين والسنه الشمال، هو في حاجه غريبه جدا الدكتور عملها ان هو حط لها شفت اللثه الصناعيه اللي فوق دي؟ انا مش عارف على ناحيه الشمال. يا ماشي انا يعني بس انا بس سؤالي هو استخدم ايه، كراون ولا فينير؟ هو استخدم بريدج يعني كوبري. الفكره كلها انا مش فاهم ايه سبب الحاله دي تتعمل بالشكل ده، ملهاش سبب. احنا لو شفنا الصوره اللي بعدها مفيش سنه زي الثانيه. طيب دي كده إعادة تجميل، مش أنا بقول لك كل الحالات إعادة تجميل؟ بص الحالة كده إحنا دلوقتي أنا عايز الصورة اللي بعد كده عايزين نقرب شوية. بص كده بص الحالة فوق والحالة تحت. إيه الفرق بينهم؟ اللي فوق ده دكتور أسنان، اللي تحت ده عندنا دكتور تجميل أسنان. طيب اللي فوق لقى اللثة بتبان ما عملش أي حاجة زود لها لثة في التركيب. طب ما تطلع اللثة دي لفوق، يعني شيل من اللثة خلي كل ده ما يبانش، خلي السنتين اللي في النص قد بعض. بص لشكل ضحكة العينة اللي فوق وشكل ضحكة العينة اللي تحت، هما الاتنين عينة واحدة. ايه الفرق بينهم؟ اللي فوق دي أصغر من اللي تحت، اللي فوق دي أكبر من اللي تحت بقد إيه؟ هتلاقيها أكبر ب10 سنين مع إن هي هي العينة. هي هي المريض. الفكرة كلها الكلام ده اتعمل في قد إيه؟ يعني هي عالجت الكلام اللي فوق ده في قد إيه؟ اللي هي عملته فوق ده 3 شهور. تحت ده في 4 أيام برضه. المرة الجاية في من الملفات اللي هتتفتح الماتيريال خفايا هذا العالم. هفتح لك انا الموضوع ده. ماتيريال خفايا هذا العالم.
الحاجة التانية تقولي حقيقة الصراعات اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا بين بعض الناس في طب الأسنان، يعني عدم منطقيتها، هتلاقي يعني حوار وتراشق في الآخر على لا شيء، يعني لا مش فاهمين ايه اللي ورا الموضوع، ايه الأسرار اللي ورا، هل الأسرار ان انا عايز اتشهر او اعمل لنفسي شهرة، ولا فعلا في خناقة ولا غيرة؟ لا مفيش خناقة صدقني، ما هو انا بقى مش هتقول المره دي، تقول المره الجايه ان شاء الله. ده من ضمن انتظروا المره الجايه حوار مثير للغايه مع ضيف العزيز دكتور عبد الله متولي، اخصائي تجميل الاسنان والمؤسس لمراكز برايتي للاسنان وعضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان والمصمم للابتسامه المعتمد من البي دي سي بانجلترا. بتنورني دايما وبتبهرني وبتسعدني بهذا الحوار الممتع جدا. دايما حوار مختلف، دايما حوار فيه الكثير من العلم والكثير من التفاصيل الدقيقة، لأن الأسنان بقت علم التفاصيل الدقيقة في الناس الحلوة. التحضيرات اللي هنبدأ نجهزها للحالات اللي هنعملها حقن معياري في سن الأربعين، مهم جدا أن أنا طبعا أعرف مخزون التبويض عند الست دي قد إيه. ده بيتم عن طريق لإما تحليل دم نشوف فيه الـ AMH، أو أن أنا أعمل سونار وأشوف فيه عدد الفوليكلز اللي موجودة على الناحيتين في المبيضين. مهم طبعا في السن ديت ان انا استبعد وجود حاجات ممكن تكون عضويه اثرت على الرحم اللي هو هيبقى مكان زراعه ونمو الجنين. في السن ده بنلاقي نسبه الاورام اللي فيها بيزيد، بنلاقي نسبه بطانه الرحم المهاجره بتزيد، الزوايد اللحميه اللي بنسميها البوليبس بتزيد برده في السن ده، ديت المفروض نشخصها ونعالجها قبل اللجوء للحقن المعياري. الأستاذ الدكتور علاء ذكي، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وتأخر الإنجاب والعقم، مدير مستشفى الابتسامة إحدى فروع مركز دار الطب. اهلا بيكم. عندنا بقى النهارده حلقه مهمه جدا مع ضيف عزيز عليا جدا جدا وقيمه علميه كبيره والموضوع مثير. لما اقول لكم العنوان بتاعه حقن مجهري بعد سن الأربعين، اكيد ده جزء طبعا من الحوار، بس طبعا بعد سن الأربعين ده سن كريتيكال. وانا قلت قد كده جمله بصراحه عجبتني انا شخصيا، انا اللي قلتها بس عجبتني. قلت ايه؟ كم ارقام العمر قاسيه على المراه؟ كم هو قاسي رقم العمر الخاص بالمرأة؟ لأنك أنت لما تشوف ست بنت عندها 38 سنة 39 سنة 40 سنة، بنت في عز شبابها 40 سنة دلوقتي في الزمن بتاعنا ده، عز شبابها وشكل الجميل بتاع الست، نضوج العقلي ونضوج الشكلي وإلى آخره، وفي قمة تألقها في كل شيء. يعني لو هي مثلا في مجال التمثيل هيبقى ده أجمل شكل ليه، لو في مجال البيزنس وبتاع اقوى شخصيه ليها عقليه. ست، انا بتكلم على الست. طيب تيجي في السن ده تكلم الست وكان الفرص قليله، مش وكان، ده واقع علمي ان المبيض في حاله مش عارف ازاي، والحق يا عم ده مفيش مبيضات، وفي دخلنا في فشل في خلاص المبيض بدا هيفشل. الله الله الله، انت بتقول لي ست حاجه مفاجأة جدا في سن يعتبر في زماننا، لانه احنا بنتكلم برضو على سيتويشن في بنات كتير قوي بتدخل مثلا كليات تطول، كليه طب ولا صيدله، وبعدها تاخد ماجستير، تقعد شويه تاخد في النيابه، تقعد 3 4 سنين في النيابه 3 سنين، وبعدين مش عارف ايه تدرس دكتوراه. يا خبر ابيض، تلاقي عند سن 33 سنه ولا 32 سنه بدات تشتغل، 35 تبدأ تتخطب، 40 أو 37 تتجوز أو تتأخر شوية عادي، وده سن طبيعي دلوقتي في المدن بالذات.
فتيجي في السن ده تقول لا لا، قم أنت قاسي أيها الرقم السني على المرأة. ضيفي العزيز القمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع الأستاذ الدكتور علاء زكي، استشاري الحقن المجاري وأطفال الأنابيب وتأخر الإنجاب، والمدير لمستشفى ابتسامة أحدى فروع مراكز ومستشفيات دار الطب. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. هبدأ الأول بسؤالي، هل سن فعلا الأربعين ده سن مزعج؟ هو الحقيقة أن سن الحمل على سن 40 سنة بيمثل تحدي. ده البنت في عز شباب. أكيد لسه شباب طبعا يعني، بس هو الحقائق العلمية بتقول أن سن 40 سنة ده بيعتبر سن حرج جدا، أولا لأن بيبقى فيه نقص حاد في عدد البويضات، كما هو معلوم أن كل سيدة بتولد بعدد محدد من البويضات، يعني عند الميلاد بيبقى عدد البويضات في المبيض من 400 ل 500 ألف، ويبدأ يقل تدريجيا حتى نصل لسن البلوغ، بيبقى لسن البلوغ، وبعد كده يبدأ يقل تدريجيا، بيوصل حوالي 25 ألف عند سن 37، وبعد كده يوصل من 5 ل 10000 بويضة عند سن 40. بعد ما كان بالملايين، بعد ما كان في الأول عند الميلاد ده حوالي نص مليون. نص مليون هو أقصى عدد هو 6 مليون، هو لسه في الانتراتراين، انتراتراين عند 20 داخل أسبوع. داخل الرحم عند 20 أسبوع. فالحقيقة أن ده طبعا تقولي طبعا 5-10 آلاف ده عدد كويس جدا، هو منهم يحصل حمل. لا، المشكلة مش بس في نقص العدد، نقص الجودة بتاعت البويضات، والمقصود بنقص الجودة اللي هو اختلال الكروموسومات في داخل البويضة. هنجد أن الانقسامات اللي بتحصل في البويضة أو في تكوين البويضات بينتج عنها بويضات إما بزيادة أو بنقص المادة الكروموسومية الموجودة داخل البويضة. مش جاو بس، كمان السيتوبلازم اللي بيحيط بالنواة داخل البويضة بيبقى فيه مشاكل كتيرة جدا، زي نقص الطاقة في الموجودة في الميتوكوندريا. بيحتاجوا الميتوكوندريا دي مصنع الطاقة الموجود في الخلايا. طبعا بيبقى بيحتاجوا جرعات عالية جدا من التنشيط، من المنشطات، يعني استجابتهم من المنشطات بتبقى ضعيفة. في كتير من الحالات بنبدأ نكنسل التنشيط عشان عدم استجابة المبايض للتنشيط. فسن 40 سنة هو سن حرج فعلا لحدوث الحمل، ومش بس حدوث الحمل، التيك هوم بيبي أو أنها توصل بالحمل للولادة ده برضو بيقل، لأن نسبة الإجهاض بتزيد في السن دي. هنبدأ نقول كم نقطة مهمين قوي. الحالات اللي هنعملها حقن مجهري، التحضيرات اللي هنبدأ نجهزها للحالات اللي هنعملها حقن مجهري في سن 40. في سن 40 زي ما قلت ان احنا عندنا في نقص في عدد وجوده البويضات. فهل في طريقه ان احنا نحسن بها جوده البويضات وان كانت قليله، بحيث ان احنا نحصل على العدد اللي احنا هنحصل عليه، سواء كان بويضه او اثنين او ثلاثه تكون جودتهم كويسه تمكننا من الوصول لحمل واستمرار الحمل للولاده ولا لا؟ في حاجات كثيره جدا يعني، وان كانت غير مثبته علميا او ايفيدنس بيز، لكن زي ما احنا بنقول يعني absence of evidence doesn't preclude the absence of benefit. يعني قد يكون غير مثبت علمي، لكن كتير من الحاجات دي هتلاقيها فايدة، او لسه ما وصلناش للإثبات العلمي اللي احنا تحت البحث العلمي. طبعا طبعا من الحاجات دي طبعا الحمض الفوليك. الحمض الفوليك ده بيتاخد من قبل الحمل 3-4 شهور لحد اول 3 شهور في الحمل. كان بيتاخد فقط عشان يمنع التشوهات اللي بتحصل في الجهاز العصبي، سواء كان في المخ او في العمود الفقري للجنين، لكن ثبت ان هو ممكن يقلل فرص او نسب حدوث تشوهات في الكروموسومات في البويضات عند السن ده. فيتامين د مهم جدا برضه عشان جوده البويضات. هرمون مهم جدا اسمه الدي هيدرو اي اندرستورن او دي اتش اي اي، ده بيرفع الكورتيزون. الكورتيزون ده طبعا كل البويضات هو مصنع للبويضات ومصنع للهرمونات الاستروجين والبروجستيرون والتستوستيرون. فالهرمون التستوستيرون ده داخل المبيض له فايده كبيره جدا في الريكروتمنت، او ان انا اجيب من البويضات اللي هي قد تكون لسه في مرحله نضج مبكره عشان ادخلها لمرحله النضج الاولي اللي هي تبقى انترال فوليكل. مهم جدا ان انا طبعا اعرف مخزون التبويض عند الست دي قد ايه. ده بيتم عن طريق لا اما تحليل دم نشوف فيه الاي ام اتش، او ان انا اعمل سونار واشوف فيه عدد الفوليكلز اللي موجوده على الناحيتين في المبيضين. مهم طبعا في السن ديت ان انا استبعد وجود حاجات ممكن تكون عضويه اثرت على الرحم اللي هو هيبقى مكان زراعه ونمو الجنين. في السن ده بنلاقي نسبه الاورام اللي فيها بيزيد، بنلاقي نسبه بطانه الرحم المهاجره بتزيد،
الزوايد اللحميه اللي بنسميها البوليبس بتزيد برضو في السن ده، ديت مفروض نشخصها ونعالجها قبل اللجوء للحقن المجهري. في برضو بعض الامراض بتزيد في السن ده زي مرض السكر، امراض الغده الدرقيه، الحاجات دي كلها لازم تتعالج وتتظبط قبل ما تبدا الحقن المجهري. الست اللي سنها 40 سنه طبعا الزوج عدى ال 40 سنه، زي ما السن بيأثر على الست فهو بيأثر على الراجل بس لدرجه اقل كتير من السيده، فجوده الحيوانات المنويه برضو بتقل نتيجه تشوه الكروموسومات او عدد الكروموسومات في الحيوان المنوي. نسبه النجاح للحقن المجهري بعد سن ال 40 كام تقريبا؟ هي بتتراوح يعني في الدول حسب الدول وحسب تقدمها، لكن هو من 7 الى 10% عن سن ال 40. نبدا نقل بعد كده 2% كل سنه. اللي انا بقوله يعني لو كان فيه بويضات موجوده فاحنا ممكن نشتغل عليها عشان ما نفقدش اي حد الامل ان هو يكون انها تحمل ويكون عندها الطفل الخاص بيها يعني. هل تحتاج الى حاله طبيعه معينه في المتابعه؟ طبعا. طريقه التنشيط بتاثر على جوده البويضات، يعني احنا بنقول احنا بنحتاج الى كميات او لجرعات عاليه من التنشيط عشان الاستجابه بتاعتهم تبقى قليله. في حاجات ممكن تتاخد تحسن استجابه البويضات للتنشيط، زي ما قلت الدي اتش اي اي بتاخد، ممكن تاخد فتره قبل الدخول في الحقن المجهري، او التستستيرون لو اتاخد في بدايه التنشيط اللي بقى ايام محدده ممكن يزود عدد البويضات. ان احنا نشتغل على جوده البويضات كمان ده حاجه مهمه جدا، ان نشتغل على ان احنا نحسن الحاله الصحيه للسيده، سواء كان عن طريق ان احنا لو كان في تدخين او اذا كان في سوء تغذيه او كان في سمنه زياده ان احنا نعالجها، ده بيحسن كتير من فرص الحصول الحمل يعني. هل ساعد تجميد الاجنه في انقاذ حالات معينه من في السن، مثلا اتنين زوجين جوزوا هيسافروا بره عندهم 37 سنة ولا حاجة و 38 سنة ومش قادرين يقرروا الخلفة في الوقت ده، هل التجميد يساعدهم؟ طبعا. الرحم مش هيكبر لكن البويضات هي اللي جودتها بتقل. الرحم لا يتأثر بالسن بشكل كبير؟ لحد كبير ما بيتأثرش زي البويضات يعني. اللي احنا بيبقى عندنا نقص كتير في البويضات، يعني في سيدات بيبقوا ما نقدرش نحصل منهم الا على بويضة اثنين ثلاثة حسب المخزون بتاعهم يعني. لكن تجميد الأجنة ده ممكن يقعد 10 سنين، ممكن نستخدمه في السن الكبير مفيش أي مشكلة منه، بيحصل معاه نسب حمل زي بالظبط السن دي خدت فيه البويضات عن سن 30 أو قبل سن 35. الحاجة التانية اللي بنصح بيها إن السيدات اللي هم بيأخروا الجواز زي ما أنت قلت عشان التقدم المهني أو إذا كان يعني يثبتوا ذاتهم في شغلهم يعني أو يتجوزوا في سن متأخر، إن هم يلجأوا لتجميد البويضات. فتجميد البويضات في سن قبل سن 35 سنة زي ما قلت إن هو ممكن استخدامه بعد كده لحدوث الحمل في سن كبيرة بدون أي مشاكل. في فيلم مشهور قوي للأستاذة نيلي كريم، فيلم تقريبا اسمه أريد رجلا أو حاجة كده. يعني وهو فيلم مقتبس من فيلم أجنبي، فيلم أمريكي، كان برضو في نفس المعنى اللي هو ست قاربت من سن معين وقلقانة وعايزة تنجب، فعملت إعلان وبتدور على أن الراجل يجي يتجوزه أو الأخير. الكلام ده تاخد بشكل كوميدي لكن تأثيره النفسي على البنت قاسي جدا. طبعا جدا طبعا، يعني هو مش كوميدي خالص، البنت يعني بلا شك. هو انت تقدرش تقفل الباب في وش اي حد جاي يطلب المساعده. فانك تقفل الباب في واحده سنها عشان سن بس جاست السن 40 او 41 سنه او 42 سنه ده قاسي جدا طبعا على اي سيده يعني. وفي بنت عندها 40 سنه تبان عندها 25 سنه بس، ده حقيقي. بس برضه المبيض ما بيعترفش بالكلام ده حقيقي فعلا. المبيض نل قوي قوي غير بقيه الجسم، يعني ممكن كل الجسم يبان 25 و23 و27 وعندها 40 بان البنت يعني صغيره في السن، لكن المبيض لا، يقول لك كام يا باشا السن 40، هو انا بتاع 40. المبيض ما عندوش مجامله زي ما بيقول. الحقيقه ان احنا بنشوف حالات حمل جديده كتير جدا فوق سن 40 وعند 40 سنه دلوقتي يعني. طب كويس، حلو، لان التقدم في المعامل وخصوصا يعني في الحقن المجهري، في الحقن المجهري ده ادى فرص كبيره جدا خصوصا مع تقنيه فحص الجنين قبل الارجاع. يعني احنا عندنا مشكله ان هي مشكله كروموسومات. طب انا لو جبت بويضه كويسه وحيوان منوي كويس ووصلنا الجنين كويس، لو حللته ثبت ان هو كروموسوميا كويس، ما هو ده ان شاء الله يحصل منه حمل ويكمل حمل.
وبالتالي قلل كمان فرص الإجهاض يعني. هذه الصورة أنقذت الكثيرين اللي هو الفحص الوراثي للأجنة. تمام. نورت وشرفت وأبدعت. ربنا يبارك فيك. ضيف العزيز القيمة العلمية القديرة الأستاذ الدكتور علاء زكي استشاري الحقن المجاري وأطفال الأنابيب وتأخر الإنجاب والمدير لمستشفى الابتسامة وهي إحدى فروع مراكز دار الطب، واحدة من المؤسسات الرائعة في العمل الجماعي المتميز للإخصاب المساعد والحقن المجاري وأطفال الأنابيب وتأخر الإنجاب. وطرح النهاردة قضية يمكن لأول مرة نتكلم فيها بهذه التفاصيل. قضية شائكة، قضية مزعجة اجتماعيا، قضية محرجة. لما تسأل أي ست في أي مناسبة عن عمرها أكيد ده سؤال ليس من اللياقة ولا من الذكاء في شيء إلا في المنظومات بتاعة تأخر الإنجاب. هتقول السن هي، والدكتور هيهتم جدا بهذا السؤال وهو ليس سؤال خارج على اللياقة بل هو في قلب العلم وفي قلب اللياقة. خليكم معنا سحب. العصب بتاع اسفل الظهر ده ألم صعب جدا، ألم الرقبة بشع، ألم المخ نفسه اللي بيبقى طالع من الأعصاب الكرينيال، الأعصاب الدماغية زي ألم العصب الخامس أو كلام من ده، ألم مرعبة جدا. ويعني الواحد ساعات بيبقى يتمنى أي حاجة تحصل بس الألم ده يختفي. بيشيل وبيتهيأله إن هو تمام، في منتهى الخطورة الحركة دي ممكن تموته، أو ربما فعلا تكون عملت كارثة كبيرة جدا عنده. الجزء الثاني العصب ده لو انضغط فترة وانت حضرتك سبته وقعدت تاخد مسكن، والاشهر من المسكن دلوقتي بقى المخدر، بقى بيجروا على المخدرات كتير جدا 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 وبتتصرف وبيلاقوها وبيجيبوها بياخدوها. بيقولك ده انا باخد المخدر الفلاني بالاسم كده بقى لي 7-8 شهور. طب بعد المخدر ده ايه الموجود؟ هيحصل بقى الغضروف؟ ما هو ما راحش يعني، انت ما عالجتش غضروف. كيروبراكتيك هو ايه؟ طقطقة المفاصل، بس علم اعرف المفصلة واتجاه الحركة بتاعتها. مفيش حد ما بيقولش ظهري بيوجعني. العمود الفقري النهاردة ما عادش زي زمان لان قوته بقت اضعف. مشاكل العمود الفقري اعراضها غامضة. العصب مش هيديني فرصة ان تفضل الفقرة تنزلق والغضروف يتآكل وهو يفضل عايش معاك. دكتور محمد صديق هويدي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي، كلية الطب جامعة القاهرة، عضو الجمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري. ثلاث حقائق عن الانزلاق الغضروفي اتغيرت مع الوقت. أولها الاعتقاد أن معظم المصابين بالانزلاق الغضروفي من كبار السن، والحقيقة إنه بسبب نمط الحياة الوضع اتغير وبقت الإصابة بأمراض العمود الفقري ما بتفرقش بين سن كبير وسن صغير. مش بس كده، الإحصائيات بتقول إنه متوسط الأعمار المصابة بأمراض العمود الفقري من سن 30 إلى 50 سنة. الاعتقاد الثاني إن مشاكل الظهر معظمها للبدناء، والواقع إنه حتى اللي بيعانوا من النحافة معرضين للإصابة بأمراض العمود الفقري، لأن أسباب الإصابة متعددة والوزن مش هو العامل الرئيسي في الإصابة. الاعتقاد الثالث أن كل الإجراءات الطبية لمعالجة العمود الفقري مؤلمة ومخيفة، والحقيقة أن التقدم الطبي والعلمي وكمان التقني سهل كتير جداً علاج كل مشاكل العمود الفقري وخلى كل المخاوف من الألم في علاجها جزء من الماضي. أهلا بكم في واحدة من أكثر حلقتنا أهمية وأكثرها جماهيرية أيضا. تتعلق هذه الحلقة بعلم في منتهى الأهمية وهو علم جراحات المخ والأعصاب أو جراحات العمود الفقري على وجه التقريب والتحديد.
وزي ما احنا قلنا في بداية الكلام وسمعتوا انه المسألة ما بقاش لها نمطية، يعني ما بقاش مشاكل العمود الفقري بس في كبار السن، اصحاب الوزن الكبير اللي عندهم مشاكل زي هشاشة العظام، بنشوف في شباب، بنشوف التهور والتحرك بشكل خطأ والتعامل مع الظهر باستهتار وشيل الأثقال بلا رابط ولا ضابط، وغير كده هوت كمان التدخين والممارسات الخطأ للحياة والنوم والقعدة والسواقة بطريقة أو بطرق خاطئة، كل ده هيؤدي إلى فقدانك لشيء مهم جدا وهو اتساق العمود الفقري، وبالتالي مشاكل هنفهمها النهاردة بالتفصيل. الجيم بقى منطقة مخيفة جدا، واحد من المناطق اللي نقدر نقلق منها، زي ما في الصيف كده بيجي نقول الله الحق الصيف ومشاكله والحمام السباحة، ادي اخوه واحد يعني مصمم ان هو يعني طبعا مشى، وده اخطر، ده اخطر بكتير، بيشيل وبيتهيأله ان هو تمام، في منتهى الخطورة الحركة دي ممكن تموته، أو ربما فعلا تكون عملت كارثة كبيرة جدا عنده. ممكن جدا الحركة في الجيم اللي بغير منضبط ده أخطر، يا أنتم منقيين يعني حاجات ترعب، التصرفات اللي فيها بهلوانية، وطبعا الكاميرات موجودة، وده يمكن ده يخرب عقله، نزلت الحديد في ثانية بيخدع الحديد، وطبعا الأجهزة وتهور طايل كمان البنات، والانزلاقات الغضروفية بقى حدث ولا حرج. طبعا ان الانسان يجرب يعمل حاجة هو مش قدها عشان بس يرسم نفسه قدام صورة، قدام الكاميرات، قدام السوشيال ميديا، التمن بيكون في منتهى الخطورة. النهاردة حوار ممتع جدا ومهم جدا، عنوانه لازم نخاف، العنوان كده لازم نخاف، وزي ما بيقولوا المثل ده مثل مهم، ومن خاف سلم، من خاف سلم، ومن تحرك للميديكال سيرفيس سلم، حقيقة يعني. النهاردة واحد من رواد هذا المجال واسم بنفخر بوجوده معنا وكاريزما خاصة جدا، طبعا واحد من الجراحين الكبار في مصر والعالم العربي، واسم جراحي متميز للغاية، بنسعد بقبوله دعوتنا، وأكيد بنستمتع بهذا الحوار مع ضيفي العزيز الخيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب وجراحات العمود الفقري والانزلاق الغضروفي، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، عضو الجمعية المصرية والعربية للجراحات العمود الفقري، الاسم الكبير. اهلا بك دكتور صديق بيه، منورنا وسعيد جدا بهذه الزيارة. اهلا بك دكتور ايمن، زي حضرتك الله يخليك. اكيد حضرتك بتشوف، قبل ما ندخل في موضوعنا النهارده، احنا عندنا مواضيع كبيره ومهمه جدا، لكن لو اقول الاسباب الاكثر شيوعا لالام العمود الفقري، اكيد جزء منها بيجي من الجيم والتهور ده. هي الممارسات الخاطئه في استخدام العمود الفقري الحين. هو ساعات كتيره جدا بيبقى العمود الفقري مظلوم معانا، احنا تهيئ لنا العمود الفقري بتاعنا قوي جدا، هو مش كده الحقيقه، يعني هو استخدامه بطريقه خاطئه، سواء الاستخدام المتكرر بالطريقة الغلط بطبيعة عمل أو بطبيعة شغل أو بطبيعة حياة نفسها، أو الاستخدام الخاطئ نتيجة لإصابة أو لحادث أو لفعل قوي بدون أن أنا أدرك العقبات أو التوابع بتاعته. عندنا مشكلة يعني أن في ناس طبيعة حياتهم وطبيعة شغلهم أن ده بيبقى بيتطلب مثلاً قاعدة فترات طويلة، الناس فاكرة ان القاعدة ما بتضرش العمود الفقري، لا، القاعدة بتأذي العمود الفقري جدا، يعني لو واحد بيقعد قاعدة مكتبية، موظف او طبيعة عمله كده، قاعدة مكتبية 7-8 ساعات في اليوم بدون ما يشغل عضلات ظهره وبتاع، فبيضعف العمود الفقري، بيضعف القرص الغضروفي اللي في النص، بينضغط كتير، يبدأ يأثر يوم في يوم في يوم في يوم، يبدأ يحصل فيه تشققات، يخرج بره، يضغط على الايه العصب. الناس اللي هي بطبيعه حياتها انها بتشيل، يعني في فئه كبيره جدا من الناس بتاعت يعني في الحياه، سواء سيدات او رجاله، الست اللي بتشيل فوق راسها وتعودت طول عمرها، ودي طبيعه حياه سواء احنا في البلد كده او في شغلنا كده. الرجاله اللي بتشتغل في اعمال بتطلب الشيل زي شغل المعمار، او واحد بيشتغل سواق عربيه كبيره وبيسافر بلاد طويله جدا وبيمشي في طرق مكسره، كل التحميل الرأس على العمود الفقري بيتلف العمود الفقري.
العمود الفقري تركيبه بتاعنا غريب جدا، يعني هو يعني أعجوبة من أعجوبات جسمنا هو العمود الفقري. العمود الفقري عبارة عن جزء عظمي، ده يعتبر الشاسيه بتاعنا. جزء في النص اللي هو لونه أزرق ده بقى ده اللي هي بنسميه الأقراص الغضروفية أو الوسادة الغضروفية، اللي هي مسؤولة عن سهولة الحركة والانحناء، وإن ده ياخد ويدي معانا في العمود الفقري في الانحناء والفرد والقعدة والكلام ده كله. ساعات كتيرة جدا مع الاستخدام الخاطئ إن أنا شلت حاجة تقيلة أو وقعت وقعة غلط أو اتزحلقت أو ما بمارس رياضة فظهري ضعيف، الأربطة بتاعتي ضعيفة، الناس اللي بيدخنوا كتير، الناس اللي وزنهم زيادة، كل دي عوامل خطورة جدا. يبدأ الغضروف نفسه مع كثرة الضغط عليه، وخاصة بتاع الفقرات القطنية والعجزية أسفل الظهر اللي هي الرابعة والخامسة أو الخامسة والعجزية الأولى، يحصل فيه خلل. الخلل ده القرص ده يتمدد الأول، إحنا يعني بنتخيله كأنه زي كورة كده وإحنا ضغطنا عليه، كل ما بنضغط عليها كل ما القطر بتاعها بيوسع. بعد شوية يحصل تشقق طولي، التشقق ده لما بيخرج بره بيخرج المادة اللي هي الغضروفية. ندخل بقى في المشكلة اللي احنا عندنا دي، الغضروف بتاعنا خرج ضغط على العصب عامل ألام مبرحة وألام لا تنتهي بالعلاج ولا تستجيب للعلاج، وبدأت مضاعفات تحصل. ده بيخلينا يلا بقى علشان ندور على الحلول. قضيتنا بقى الكبيرة هي في ايه؟ المعتقدات الخاطئة بتاعتنا. يعني احنا بنتكلم النهاردة عن ان احنا فاهمين العمود الفقري بتاعنا هو مجرد ان انا خدت شويه مسكنات ومع شويه راحه الموضوع انتهى. لا، ده في ناس كمان بتستخسر الراحه او ما عندهاش وقت للراحه، هي تعتقد ان المشاكل الحياه والشغل والكلام ده اهم بكتير جدا من انه يريح العمود الفقري بتاعه. العمود الفقري لو حتى النهارده استجاب ليك فهو الشكوى بتاعته مؤجله، هي بعد شويه هتظهر. يعني انا النهارده في العشرينات والثلاثينات وبشيل وبحط وبفتري على نفسي، سواء بقى ظروف الحياه في الشغل، سواء ان انا بعمل فورمه وفي الرياضه، سواء بروح الجيم وبقلد الدنيا كلها وقاعد برفع وبشيل، وصلت لمرحله ان انا بدا يحصل عندي التلف وتعب في العمود الفقري بتاعي. التلف ده بيصيب ثلاث حاجات، بيصيب العضلات بتاعت العمود الفقري اللي هي سانده، بيصيب الفقرات جسم الفقره نفسها، وبيصيب الغضروف نفسه. فالتلات عوامل دول هم خلاص بقى هيبقوا مصدر الألم بتاع العمود الفقري. يحصل الألم لما يجيلي بقى في الرقبة، أنا طول اليوم قاعد على مكتب وبشتغل أو ماسك الموبايل والكمبيوتر وقاعد متني أو بنام على مخدة غلط، أو ست البيت اللي طول اليوم في البيت بتقضي وبتشيل وبتحط، وفي اللي بيشيل على الراس وفي اللي بيشيل حاجات تقيلة، تبدأ الفقرات تنضغط، يبدأ يضغط على العصب، نبدأ نشتكي من الألم بتاعتنا. الظهر نفس القصة، أنا بشيل بحمل الفقرات هيت خلاص بقى بدأت اللود ويحصل تقل عليه. أنا عندي فقرات والفقرات دي متقسمة منطقة عنقية ومنطقة صدرية ومنطقة قطنية، وعندي 24 غضروف في جسمي، أنا ما عنديش غضروف واحد، أنا عندي 24 غضروف قرص غضروفي موجودين. طيب احتمالية حدوث المشكلة في واحد وردة، لما بيتكرر الحدث بتاعنا شيل حط إهمال في العمود الفقري أو إن أنا بمارس حياتي بشكل خاطئ ومستمر على هذه الممارسة، يبدأ يحصل المشكلة ما بين الفقرة وما بين الغضروف. الغضروف الأول بينشف ويفقد السوائل بتاعته، يتشقق، يبدأ يخرج، يضغط على العصب. ده ما يسمى ألام الظهر أو ألام عرق النساء أو ألام الرجلين. لو جه في الرقبة ألام الرقبة والكتفين بالدرعات، ساعات بيبقى الألام مرعبة جدا لدرجة أن البني آدم ما يقدرش يحتملها، بيبقى الواحد بيحس ان فيه يعني صاروخ من النار او كهربا بتضرب في ايديه وبتضرب في رجليه، بتصحيه من عز النوم. في ناس الحياه بتاعتها تستحيل ان هو يقدر يقعد قاعده زي اللي احنا قاعدينها دي، مش قادر يقعد، القعده بتتعبه، الوقفه بتتعبه، الحركه بتتعبه، الانحناء بيتعبه، الصلاه، الكحه، لو كح كحيه كده يحس ان فيه صاروخ نار بيضرب علشان العصب بقى مضغوط. تكرار الموضوع يوصلنا بقى اللي احنا بنشوفه ده بقى، يحصل تيبس في الغضروف، قطع في الغضروف، خروج للمادة الغضروفية اللي موجودة، بدأت تضغط على العصب، العصب بدأ يشتكي، وشكوى العصب هي الألم، يديني في الأول ألم، يديني تنميل، يديني برودة أو الجسم حتة من الجسم كده بحس إنها بردة أو خدلانة، في فقدان للإحساس بمناطق معينة وخاصة منطقة أسفل الحوض ومنطقة حوالين الشرج والمنطقة بتاعت الأعضاء التناسلية، وبتنزل للرجل، توصل للكعب، توصل للرجلين. الكلام ده كله كلام خطير جدا ومهم قوي، علامات منذرة، علامات منذرة، وكل ده بيقول لك خلي بالك إن في مشكلة جاية. القضية الكبيرة بتاعتنا إن الغضروف مش بيفكر زي ما احنا بنفكر. الغضروف هو له طلبات دلوقتي، هو محتاج راحة،
محتاج علاج، محتاج تشخيص جيد بقى ونعرف احنا هنكمل معاه ازاي. اللي بيحصل عندنا لا، انا مشكلتي هي الالم واجري على مسكن عايز اضيع الالم، سواء بروح صيدليه بصرف منها شنطه ادويه او بجيب روشته بتاعه حد من اصدقائي او قرايبنا او جيراننا خد العلاج، او بروح لواحد بقى من اللي هم بيشتغل يقول لك ده بيجيب زيت مش عارف ايه، وده اللي بيلسع بالنحل، وده اللي بيكوب النار، وده اللي بيعمل حجامه، وده اللي بيعمل كده. انا بحب اسال حضرتك الحاجات دي لسه موجوده لغايه موجوده وموجوده بكثره يعني الحقيقه والله بجد، وفي كل المستويات. خلي بال حضرتك يعني بص، هنا في غضروف ضغط على العصب خلاص، والعصب خلاص ولع نار وبيسمع وبيعمل الم رهيب جدا وكهرباء في الرجل، وبدات بعد شويه هيحصل ضعف. انا مشكلتي دايما بتبقى شقين، شق احساس وشق حركه. شق الاحساس بقى هو الالم والخضر والتنميل وعدم الاحساس والبروده او الكهرباء او الكلام ده كله في جزء، سواء مسي في الظهر او في رجلي، في ايديا، في رقبتي، في كتفي، في صوابع ايديا، وفي خريطه بتبقى ماشيه كده بالعصب. الجزء الثاني العصب ده لو انضغط فتره وانت حضرتك سبته وقعدت تاخد مسكن، والاشهر من المسكن دلوقتي بقى المخدر، بقى بيجروا على المخدرات كتير جدا جدا جدا، وبتتصرف وبيلاقوها وبيجيبوها بياخدوها، بيقول لك ده انا باخد المخدر الفلاني بالاسم كده بقى لي 7-8 شهور. طب بعد المخدر ده ايه الموجود؟ هيحصل بقى الغضروف؟ ما هو ما راحش، يعني انت ما عالجتش غضروف، انت بتاخد المخدر عشان يخليك تعرف تنزل وتشتغل. الغضروف كل مدى بيكبر وبيكبر ويضغط على العصب، فالعصب بعد شويه هيحصل فيه ضمور، الضمور ده هيؤدي الى ضعف في العضله، تبدا العضله تضعف. انا بمسك الكوبايه ما عادش بقدر، المعلقه بقت صعب، الكوبايات بتقع من ايديا، شغلي المكتبي ما عادش قادر اقضيه، واخد بال حضرتك؟ المشي بتاعي بقى صعب، القعده بتاعتي بقى صعب، وقفتي في الشغل بقت صعبه، يحصل سقوط في القدم، يحصل تسيب في البول. والحته دي خطيره جدا، ان في ناس تبدا تقول لك اصل انا مش هروح لدكتور الا لما يحصل سقوط في القدم او تسيب في البول. وللاسف الشديد الواحد على المستوى الميديا والحاجات اللي الواحد بيشوفها دلوقتي والوسائل التواصل الاجتماعي بقت كتيره وبقت مفتوحه قوي، فتسمع اراء ناس للاسف الشديد هم انا بعتبرهم يعني بيجرموا في حق البشر، يعني يقول لك بص اوعك تروح لدكتور ولا يقول لك عمليه ولا بتاع الا لما يحصل لك سقوط في القدم. اصل يا جماعه تعالوا نقول الاسماء الصح، سقوط القدم يعني شلل في العصب، يعني انا اروح لدكتور بعد ما يحصل شلل؟ طب انا منتظر ايه؟ هيتحسن كام في المية؟ 50%؟ 60%؟ طب انا عندي 30-40% مش هيتحسنوا، وبعد ما عملت العملية ما يتحسنوش؟ اه بتبقى صدمة نفسية بقى، لان الناس عندها عقيدة ان انا مجرد انا يعني خلاص انا سمعت كلامكم وهروح للدكتور، يعني بقى خلاص بقى الدكتور ده مش سر باتع انتوا بتقولوا كده، يبقى هيخلصني من كل المشكلة، هيخلصني من الالم اللي موجود، وانا جيت لك هيخلصني من الوجع اللي عندي. الجمله المشهوره انا جيت لك خلاص، انا جيت لك بقى خلاص بقى، هو انت بقى مش دكتور تخلصني من الموضوع؟ تيجي بقى الدكتور، جيت امتى؟ تيجي تفحص بقى الكلام ده كله وتشوف التاريخ المرضي، ده انا بقالي 25 سنه ظهري تعبني، ده انا بقالي 15 سنه وانا باخد علاج وبلبس حزام وبنام وبروح اعمل الخشبه والعصايه والعلاج الطبيعي والحجامه، واخد بال حضرتك؟ بتشوف ناس بيكوب النار واحنا يعني شفنا مناظر، الحاجات دي كلها ما فيهاش تاثير طبي خالص، ما فيش يعني، حتى لما بيبقى في تاثير بيبقى تاثير مؤقت جدا تحت بند اللي هو ايه، انا عملت تحريك للفقره شويه الالم اتحسن شويه، لكن انا ما ضيعتش سبب الالم، ده ثاني يوم بيبقى الالم فظيع، انا ما ضيعتوش. ما في ناس لما في ناس بقى لما بتبقى مركزه وفاهمه بتبقى كويسه قوي، اللي يقول لك انا جربت وحالتي ساءت، ده لما يجي للدكتور ده بيبقى اريح من واحد تاني بيبقى جاي اصلا هو مش عايز يروح للدكتور، هو بس انضغط عليه اصل الدكتور خلاص يا سيد ادينا رايح للدكتور اهو هيحل الموضوع. وتيجي تشوف بقى وتيجي تتكلم في الحلول، اصل الموضوع لو غضروف واحد طب ما حله بقى سهل، ممكن نعمله بالعلاج 80% من الانزلاق الغضروف بيتعالج بالعلاج، بس تعالى له شرطين، تعالى بدري وقبل ما يحصل مضاعفات بدري. وفي ناس يقول لك بص بقى مش انت بتقول بدري، انا جيت لك اهو، طب احنا بنشتكي بقى لك كده هم اسبوعين ايه؟ اصل رجليه وقفت من اسبوعين، انا مش بسال على الاسبوعين دول، طب الظهر بيتعبك بقاله قد ايه؟ انا بقالي 17 سنه وانا باخد حاجات للظهر وبلبس الحزام وشوف ظهري، ده انا ده خريطه مكوي بالنار ومعمول حجامه ومعمول خزام ومعمول مش عارف ايه، واخد بال حضرتك؟ وبتنتظر بقى نتيجه، واخد بالك؟ هنا بيحصل بقى مشكله جامده جدا، ان المريض لا يتقبل الكلام اللي بيتقال له، اصل انت حضرتك جاي متاخر
متأخر إيه؟ أنا جيت لك، أنا عايز نتيجة 100% وعايز يسمع إن الكلام ده هيبقى فل وهيبقى زي الفل، يبقى 100% والموضوع سهل. والموضوع الموضوع ما عادتش سهلة ولا بسيطة، الموضوع بقى مركب. ولو إحنا مش فاهمين ده هيبقى عندنا مشكلة فيما بعد. أنت بتتلقى الخدمة، أنا بيجي لي حد بنجرب العلاج مرة واتنين وما نفعش العلاج هندخل في قصة عملية. طيب لما نوصل لعملية بتبقى منتظر ان انا داخل العملية يعني ايه؟ عارف زي ما اقولك انا رايح احج علشان ما يبقاش عليها ذنب قديم. انت متخيل ده؟ انا رايح اعمل عملية عشان ما عادش لا يجيلي وجع ولا يجيلي الم ولا عدت اشتكي تاني. وده على فكرة في دماغ كتير من الناس. اه طبعا 25 سنة مهمل. وصلت المرحلة لتقدم جدا في الحالة، العصب الحركي بدأ يتأثر تأثر بالغ، بدأ يبقى فيه سقوط في القدم يعني فيه شلل مضاعفات او باريسز وتسيب في البول والحاله الجنسيه راحت وبكره انا عملت عمليه عايز بقى بعد عايز بكره بقى اتحسن. يعني طيب. طبعا ده شيء العلم بقى بيقول ايه بقى حضرتك؟ انك انت ممكن تتحسن بنسبه من 50-60% لما بتحصل المضاعفات دي. ولو احنا بدري ممكن نصل ل 80-90%. روعه. حلو بدري. قوي. لو بدري وبنصل ساعات في بعض الناس ل 100%، بس يعني كل ما يبقى بدري بيبقى افضل. طيب الناس بقى اللي هي وصلت لحد 60-70% هو مش راضي، لان هو ده لسه في ده انا لسه بيجي لي الوجع من بعد ما عملت العمليه. طب قبل العمليه كان في وجع ولا لا؟ ما هو كان في وجع بس بعد العمليه لسه الوجع بيجي لي. بيربط بقى الحدث ان انا لما عملت العمليه الوجع بيجي لي. طب يا باشا ما احنا قبلها في عندنا مشكله. الناس فاهمه انك انت كدكتور لما بتقول عمليه انت اللي محتاج العمليه مش العيان. لا انا مش محتاج العمليه، انا بقول لك ده انا محتاج ان انا اساعدك او بقدم لك حل من الحلول. ما انت ممكن تقبله او ترفضه بس تعالى نقول الكلام المظبوط. لازم الناس ما تتأخرش. طيب احنا لما نعمل عمليه هنتجنب هنشيل اولا الضغط اللي على العصب ونبدا مرحله علاج العصب. يعني انا دلوقتي زي بالظبط لما بتشوف حادثه عربيه والعربيه راكبه على بني ادم كده، اول حاجه نشيل العربيه مش كده، وبعد كده هيدخل بقى مستشفى ويتعالج ونعمل حساباتنا في الكلام ده كله. يبقى العمليه هي بدايه العلاج وليست هو كل العلاج. أخبر حضرتك تختلف العملية بقى باختلاف الوضع بتاعي. هو أنا عندي غضروف واحد ولا غضروفين ولا ضيق في القناة العصبية ولا تزحزح فقاري ولا في فقرات مكسورة ولا عندي مشكلة تانية خالص بعيدة عن الغضروف؟ ها أصل في مش كل الألم بتاع الظهر بيبقى انزلاق غضروفي. إحنا النهاردة آدي الفقرات بتاعتنا، ها واللي في النص اللي هو الأزرق ده الغضروف بتاعنا الطبيعي، وبنقسم العمود الفقري الى منطقه عنقيه ومنطقه صدريه ومنطقه قطنيه. طيب المنطقه العنقيه دول 7 فقرات وفيهم 6 غضاريف. انت قاعد طول اليوم بتتني رقبتك وبتشيل فوق راسك، وفي ناس بقى في الاقاليم وفي الفلاحين وحياتهم كده، او راجل بيشتغل شغلانه بيشيل فوق راسه زي بتاع العيش وبتاع مش عارف المخبز، كل ده تحميل على الفقرات. طب انا بضغط على العصب، العصب في البداية بيديني ألارم بقى إلحق خلي بالك الألم موجود أهو، يبقى ابدأ غير من طبيعة حياتك أو غير من طبيعة عملك أو غير من الستايل اللي أنت ماشي بيه. طيب العضلات عندك ضعيفة، طب ما نقويها. نقويها بالإيه؟ بالوزن، إن إحنا نظبطه، نمارس نوع من أنواع الرياضة، نمارس نوع من أنواع المشي، نحاول نقوي بالعلاج الطبيعي أو بالتمارين الرياضية إن أنا أقوي. لكن لما نوصل لمرحلة ان الجزء الداخلي اللي هو ده الغضروف بقى شكله بيبقى ايه؟ هو عبارة عن قرص، عشان كده بيسمى ديسك قرص. القرص ده عبارة عن جزء ليفي خارجي وجزء جوه عامل زي الجيلي. الجزء الخارجي ده قوي ويحتوي جواه على الجزء اللي عامل زي الجيلي. طب مع كثرة الضغط اللي عليه والفقرات مش ساكتة، ده بتتحرك يمين وشمال وقدام وفوق وتحت، والتحميل الرأس عليه بيبقى قوي جدا، يبدأ الغضروف نفسه يتشقق من الجنب ينشف. ليه؟ لأن بداية التركيب بتاعه هو سوائل. أنت جرب أي حاجة زي حتى العربية أو المفصلات أو حاجة، كل ما بتحركها أكتر بيزيد الاحتكاك، بيقل السائل اللي في النص، يبدأ يحصل المشكلة اللي هنا. تشقق الغضروف، ينفجر الغضروف، يخرج بره يضغط على العصب، يبقى المحصلة عندي ألم. يبقى النتيجة بتاعتي النهاردة أنا بتكلم على الألم. طيب الألم ده بقى طبيعته إيه؟ الألم نوعين، في نوع حاد اللي هو جه النهاردة أنا حاسس زي سكينة رشقت في ظهري أو في رجلي أو في رقبتي أو في دراعي أو في كتفي، ده حاجة حصلت دلوقتي حالا. وفي ألم بقى بيقول ده أنا قاعد معايا الألم ده ألم مزمن بقاله سنين طويلة.
الألم المزمن اللي بقاله سنين طويلة وراه مشاكل كتيرة جدا. الألم الحاد لو دي أول مرة ده فرصة في العلاج بتاعه كويسة جدا. وإحنا بنقول من 80 ل 90% من الناس هيتعالج بالعلاج، يعني ده الغضروف هيبدأ يكبر أو الغضروف مع الضغط بتاع الغضروف بيخرج من مكانه. هنا اللي قدامنا اللونه أصفر ده اسمه العصب. أشوف أبص وده جوه حتة ضيقة جدا عامل زي مفتاح الباب كده اسمها القناة العصبية، دي قناة عظمية والغضروف يدخل جواها، يعني سبحان الله يزنقه في الحتة الضيقة جدا دي، يبدأ الألم بتاعه لا يحتمل، بيبقى ألم زي طلقة الرصاص في الظهر كده. ناس بتقول لك ده أنا بحس إنها زي مية نار بتغلي في رجليا. أسوأ الألام، ألام العصب، ألام العصب ده رهيب جدا. أسوأ الألام في ما بقول لحضرتك، وتختلف بقى على حسب العصب بقى، يعني العصب بتاع أسفل الظهر ده ألمه صعب جدا، ألم الرقبة بشع، ألم المخ نفسه اللي بيبقى طالع من الأعصاب الكرينيال الأعصاب الدماغية زي ألم العصب الخامس أو كلام من ده، ألم مرعبة جدا، ويعني الواحد ساعات بيبقى يتمنى أي حاجة تحصل بس الألم ده يختفي. وأنا بعذر كتير جدا، يعني الراجل اللي هو راح يتكوي بالنار ده هو ما كواش كده كنوع من الفن، يعني ما هوش ده عامله رفاهية، هو عامله من شدة الألم فراح لألم أقوى منه، بس دي مش الطريقة الصح، ولازم يفهم ان ده مش صح. ما هو ده مش الطريقة الصح، ومش هيعالجه ده خالص. لان حتى لما بيحصل تحسن مؤقت ليه؟ لان اصل المخ دايما ما يستقبلش ألمين من نفس المنطقة ويفسرهم. انا عندي ألم هنا كان شغال، جيت عورت الحتة دي اللي جنبه، ودي كانت فكرة الكوي وفكرة الإبر الصينية والكلام ده كله. انا بعمل دايرة ألم اخرى، دايرة الألم الاخرى دي اللي يبدأ المخ يستجيب لها وبينسى الحتة دي دلوقتي، ده يخلص يبدأ يشتغل تاني على الاتنين بقى، يجيبهم بقى هما الاتنين والألم يبقى مبرح كده. المشكلة في السيناريو ده أن يترك، أنا دايما حضرتك وانت بتشرح كده بتخيل صخرة عمالة تيجي تقع من فوق، وكل ما بتنزل في الصخرة بتزيد حجمها، المشكلة بتكبر لغاية لما وهي بتقع بقى على الإنسان تسحقه، يعني أو تسحق الأمل الباقي في العلاج، بتبقى وصلت إلى حجم مهول. لما أنت كان وزنك 120 كيلو 130 كيلو 150 كيلو 160 كيلو جاي بتشتكي من الألم، ده احنا عندنا حتة طريفة جدا إن في ناس وزنها وصل الأرقام دي كلها ويقول لك أنا بعد ما خسيت بدأت أتعب. أنا ما تعبتش وأنا تخين، أنا بتعب لما بعد ما خسيت، سواء عملت عملية أو تكميم أو تحويل أو دايت أو whatever. ده أنا أشوف أيام ما كنت تخين، طب يعني ايه المطلوب؟ دكاتره فاشلين جدا يا جماعه، دكاتره في مصر فاشلين، ده شايلين العالم كله الدكاتره دول في كل مكان في الدنيا، ويحترموا ويقدم لهم الاحترام في كل مكان في الدنيا. اخبار حضرتك ليه احنا ليه بنسوق هذا الكلام؟ يمكن حضرتك واجهت تجربه فاشله او مشيت في سكه فاشله، اخبار حضرتك، او رحت بعد مكان ما عادش ينفع معاك حل، ما تعممش وتقول كده التعميم يقول لك لا ده روح مش عارف ايه، ويوجه بقى الهند وتركيا ومش عارف. هند مين وتركية مين؟ احنا بيجينا ناس عملوا هناك كوارث وبنصلحها لهم.